طيب اليوم زي ما اتفقنا انه احنا بدنا نحكي عن الكونفولوشنال نيورال نتوركس او CNN. طبعا افضل مرجع ممكن انه احنا نطلع له هو هذا المرجع من جامعة MIT أو جامعة ستانفورد. نعم تمام. هنا أنا برجع بذكركم إنه في الماشين ليرنينج فور إيفري ون بلوج اوكي. هنا لما جينا نحكي على النيورال نتوركس انه في البدايه انه حكينا عليها انه هي مجموعه من الشبكات والنيورونز وهذا الكلام، وحكينا انه البوبولار اركيتكتشر اللي هي المالتي لاير بيرسبترونز والكونفولوشن نيورال نتوركس والريا والار ان ان والاوتو انكودرز. فالاركيتكتشر اللي احنا كنا نشتغل عليها لغايه الان اللي هي المالتي لاير بيرسبترون. فالبوبولار اركيتكتشرز هي انا عندي مالتي لاير بيرسبترون CNN RNN والانكودرز. فبالتالي يعني كل اللي اشتغلناه سابقا من دنس نتورك او اف سي او وورد امبيدنج انه احنا كنا نرتب اللايرز على بعض، هذه ممكن نعتبرها انه هي مالتي لاير بيرسبترون. في السي ان ان بدنا نبدا نشتغل على اركيتكتشر جديده تمام. ف يعني هذه هي الاركيتكتشرز اللي الشائعه واحنا حنركز الان على السي ان ان. لو تذكرتوا يعني مفهوم الديب ليرنينج لما احنا حكيناه سابقا، انه الرسمة هذه كانت بتوضح الموضوع انه في الكلاسيكال ماشين ليرنينج انه انا بيكون في عندي انبوت تمام، انه هذه صورة السيارة كانبوت، بالتالي انا بشتغل على فيتشر اكستراكشن، انه الداتا ساينتست بنفسه بيشتغل على فيتشر اكستراكشن، بعديها بدخلها على نيورال نتورك للكلاسيفيكيشن عشان في النهايه انه تعمل تصنيف انه هذه كار او نوت كار. بينما في الديب ليرنينج هنا الفكره انه بدنا نرمي جزئيه الفيتشر اكستراكشن على النتورك، فبالتالي بدنا نخليها تستخرج الفيتشرز اللي بتجيب لي اوتبوت احسن، اللي بتجيب لي ايرور اقل في الاوتبوت. فبالتالي نفس الفكره انه هي عباره عن جريدينت سيرش بروبلم، انه احنا نعمل سيرش للفيتشرز مع الاركيتكتشر اللي بتجيب لي اقل ايرور. نعم بالضبط. يعني كيف يعني ممكن نستخدمها؟ هي الشائع انه استخدامها في الكمبيوتر فيجن، انه سواء كان صور او فيديوز او انه فريمز زي هيك. استخدامها في شغلات تانية لانه الكونفولوشن اوبريشن انه هي بتعتمد، يعني هي شاطرة في استخراج الفيتشرز من الصور بهذا الشكل. هذاك مش فيتشر اكستراكشن، هذاك اسمه فيتشر سيلكشن. بدنا نفرق بين الفيتشر اكستراكشن والفيتشر سيلكشن. حكيت الفيتشر سيلكشن
انه انا في عندي مجموعه من الفيتشرز او الاتريبيوت اي 1 اي 2 لغايه اي ان. فبالتالي انه البروبلم انه فايند ذا بيست فيتشرز that are relevant to the target class. شو معنى هذا الكلام؟ انه انا بدي اجي اعمل rank او scoring للفيتشرز، انه انا بدي اجي ارتبهم حسب الاهمية. يعني على سبيل المثال انه انا عندي A 20 هذا اهم واحد، السكور تبعه مثلا ممكن يكون 0.8، A 13، بعديها بيجي وراء A 7، A 7 وهكذا. تمام؟ هجيت انا عندي هنا ان فيتشرز بدي استخرج منهم سبست البيست فيتشرز. يعني انا عندي مثلا 300 فيتشر بدي استخرج منهم افضل 70. هذا ايش اسمه؟ فيتشر سيلكشن. لانه الفيتشرز اوريدي موجوده، بعملهاش اكستراكشن، اوريدي موجوده بس بدي اختار منها البيست. اما الفيتشر اكستراكشن بالضبط انه انا عندي الانبوت هو عباره عن رو داتا والاوتبوت عبارة عن features. فبالتالي أنا بدي له الصورة، من الصورة هذه بروح بطلع لي features. في فرق بين الاكستراكشن والسلكشن. هذه موجودة في الاسكيلير، إنه أنا ممكن أعمل feature selection، إنه أنا يعني شاكك إنه في بعض الفيتشرز بتعمل noise أو بتسبب مشاكل، فبالتالي أنا ممكن أرتبهم زي ما حكيت زي هيك. واللي في 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 ذيل القائمه انه انا ممكن اعتبرهم انه هم مش مهم واعملهم دروب. زي ما حكيت انا عندي 300 بدي اختار افضل 70 زي هيك. اما الفيتشر اكستراكشن انه انا الانبوت بده يكون عباره عن ايمج او سبيش ويف، تمام، وبده اعمل منها اكستراكت لفيتشرز، اطلع منها فيتشرز عباره عن ارقام، تمام. طيب هجيت احنا اخذنا قبل هيك في التنسور فلو اخذنا الامنست فاشن، صح؟ كلاسيفيكيشن هو تصنيف للملابس، بس كانت الصور ايش طبيعتها؟ جري سكيل. طيب ماذا لو انه كان في عندي تي شيرت وفي وراه ستارة وبالالوان كمان؟ هنا النيورال نتورك بتبطل تجمع خالص عن جد، لانه فعليا هو ما عندوش القدرة على تمييز الالوان، وانه يعرف انه والله التي شيرت انه هاي الحدود تبعته زي هيك، تمام، وانه يتعرف عليه انه اقرب اشي او اقرب اوبجكت له انه هذا عبارة عن تي شيرت. فبالتالي بقدرش يفصل الباك جراوند عن الاوبجكت اللي انا بركز عليه، فبيفشل في هذا الموضوع. فبالتالي نيورال نتورك عاديه مع جري سكيل انه انا عندي الخلفيه بيضاء والاوبجكت تبعي انه شكله زي هيك، ممكن انه هو يتعرف على نمط انه التي شيرت انه النمط تبعه زي هيك، ممكن انه هو ينجح ويصنف لي في يعني يجيب لي تصنيف كويس في هذا الموضوع. ولكن لو كانت الصور هاي يعني هاي زي ما احنا شفنا هاي الصور عبارة عن زي هيك جري سكيل، وزي ما شفناها هنا هي عبارة عن جري سكيل تي شيرت بلوفر والى اخره من هاي الشغلات. لكن لو كانت الصورة ملونة وفي وراها خلفية اوبجكتس ثانية، ممكن تكون انه يعني انه بتشوش على الكلاسيفيكيشن. فبالتالي انه النيورال نتورك العاديه او المالتي لاير بيرسبترون بتفشل. فبالتالي بدنا نتجه باتجاه انه احنا نستخرج فيتشرز، بدنا نستخرج فيتشرز.
طيب الآن الاركتكتشر العامة تبعت السي ان ان هي عبارة عن انه هي انا عندي الانبوت ايمج عبارة عن array of pixels. هذه ممكن تكون الرانك تبعها قديش، صورة ملونة، انا عندي الويد والهايت وعندي ار جي بي، فبالتالي ماتريسيز انه يعني ثلاثة ماتريسيز تمام. طيب بيكون انا عندي بعد الانبوت بيكون في عندي لاير اسمه convolution layers او layers تبعت الconvolution تمام، وبعديها بيجي عادة pooling، وبعديها بيجي انا عندي fully connected FC او dense. فبالتالي هنا انا النتورك العاديه بتبدا من هنا، لكن هدول الاثنين ايش الوظيفه تبعتهم؟ فيتشر اكستراكشن. هدول الوظيفه تبعتهم فيتشر اكستراكشن. ممكن اضيف طبقه زي هيك او ممكن اضيف عده طبقات، يعني ممكن تكون النتورك انا عندي كونفولوشن مطبوعه ببولينج، بعديها كمان كونفولوشن بولينج، بعديها كمان ممكن كمان مره ثالثه، بعديها اف سي او دنس. والدنس ممكن تكون اكثر من طبقه، الدنس ممكن تكون اكثر من طبقه تمام. هجيت هدول الكونفولوشنز ايش الوظيفه تبعتهم؟ انه هي فعليا بتطبق الكونفولوشن اوبريشن. ايش الكونفولوشن اوبريشن؟ هي فعليا بتطبق عمليات بتجيب الهوريزونتال لاينز والفيرتيكال لاينز، عندها القدره انه تطبق اوبريشن معينه، تقدر تعمل تجيب الفيرتيكال لاينز والهوريزونتال لاينز. تمام، عشان توضح الصورة أكثر، طبعا هذا ناتج السي ان ان، هذا عبارة عن التاسك اسمها Object Detection تمام. فالناتج الأوبجكت هذا انه بروح بعلم لي اياه زي هيك، وهذا بحكي لي اياه انه هو عبارة عن Person، هذا عبارة عن Bicycle، هذا عبارة عن Person، وهنا بحط قديش مقدار السيرتينيتي لكل Object هو عمله Detection. طيب عشان احنا نعرف ايش هي Convolution Operation، تخيلوا انه انا في عندي الانبوت ايمج انا عندي بهذا الشكل تمام. فبالتالي لو انا عملت بروسيسنج بشكل معين، فبالتالي انه انا ممكن اعمل ديتكت للايدجز والباترنز الموجوده هنا هاي وبهذا الشكل تمام. وبعديها ممكن اعمل هاند كرافتنج للفيتشرز. ايش معنات هاند كرافتنج للفيتشرز؟ انه انا باجي بتطلع على المناطق انه والله هذه العين رحت هاي وحددتها انه هذا العين، هذا الانف تمام، هذه الاذن زي هيك. بس هاي العمليه قديش ممكن تستغرق مني وقت انه يعني اعمل هاند كرافتنج؟ عارفين ايش يعني هاند كرافتنج؟ انه انا بدي اسوي هاي الشغله انه انا الصوره واجي اقطعها زي هيك واحدد الايدجز هذه بشكل يدوي، قديش انا بستغرق لصوره واحده، فما بالك لو كان في عندي ملايين الصور زي التاسك اللي موجوده فعليا على التشالنجز، انه انا بيكون في عندي مليون صوره او بمئات الالاف من الصور، فهي الشيء بتاخذ وقت طويل جدا تمام. فبالتالي بعد ما اطلع الفيتشرز هذه ممكن امررها على نيورال نتورك. فهذه الجزئيه المنطقه هذه اللي هنا، هذه المنطقة بدنا نشيلها ونستبدل الهاند كرافتنج ب نيورال نتورك، كونفولوشن نيورال نتورك تمام. عشان ايش؟ انه احنا نقدر انه احنا نحدد الخطوط الافقية والخطوط العمودية ونروح نجمعها مع بعض. وعشان اقرب لكم مفهوم هاي الشغلة، بدي انا كونفولوشن اوبريشن عندها القدرة على اكتشاف الخطوط
عشان أقدر أحدد الباترن. مش أنا عندي في الأمنست فاشن الصورة جري سكيل وقدرت أن أنا أحدد أنه والله نمط التيشيرت زي هيك ونمط الصندل زي هيك ونمط البلوفر أنه زي هيك بأشكال محددة، فبالتالي هنا بنطبق الكونفولوشن أوبريشن عشان نساعد النتورك في التعرف. عشان توضح الفكرة أكثر، أنا في ذهني بتعرف على الأشكال من الشكل الهندسي أو يعني الأشكال من باستخدام الجيومتري. فلو أنا أصلاً يعني بدي أرسم وبدي أرسم فقط بالأشكال الهندسية، فتخيلوا معايا بدي أرسم شغلة زي هيك. شكل بيضاوي، إيش ممكن يكون؟ وجه أو إيش كمان؟ بيضة، بطيخة، تمام. فبالتالي إنه هاي في عندي شكل هندسي تاني، برسم دوائر بس جيومتري، هاي اللي بركز عليه أنا، وهي كمان دائرة، وهنا نفس الشيء برضو هنا دوائر، تمام. وهنا ممكن نعمل نص دائرة، وهنا بيمشي الحال بدائرة، وممكن يمشي الحال بجيومتري أو شكل هندسي تاني. طبعا هذه الشقة شرير وهذه الشقة مش شرير، تمام. فبالتالي إنه هاي أشكال هندسية، هاي اللي إحنا بدنا نستخرجها من الصور. هجيت هذه لما عملها فيد للنتورك بتقدر تتعرف، أما ألوان ما بشوفش بالضبط. بالضبط. فإحنا بدنا نحط الكونفولوشن لايرز عشان تستخرج الخطوط هاي، تستخرج الخطوط هاي. الآن هنا بدنا نرجع للكاجل. خليني أفتح الفايرفوكس للكاجل. وبدنا نروح هنا نرجع على الكورسز، على الديب، ديب ليرنينج، وهنا انترودكشن تو ديب ليرنينج فور كمبيوتر فيجن. فهو بادي مباشرة ديب ليرنينج على الكمبيوتر فيجن. احنا لا بدينا انه تنسر فلو نبرمج يعني شوية شوية زي هيك، تمام، وقطعنا فيه شوط كويس، تمام. فهي طبعا الشرح هو يعني شرح فيديو، يعني حاطط لينك لفيديو الشرح اللي هو بحكي، انا حكيت لكم اياه انه بس هو حاطط فيه شويه نظري انه يعني كونفولوشن لايرز انه ايش العمليات اللي بتصير هناك، والعمليات هذه هيها موجوده هنا، الشرح تبعها هنا، تمام. انه كونفولوشن انه بتصير انه بشكل التفافي، انه انا باخذ هنا الكونفولوشن انه بتصير انه بلف على الصوره واحده واحده عشان يستخرج ماتريكس، الماتريكس هذه بتشكل لي الخطوط الافقيه والعموديه زي هيك، تمام. هذا تفسيرها النظري، حنرجع له بعد شويه، بس خلينا اول نفهم نشوف كيف الشكل اللي بيطلع، وبعديها بندخل شويه في الرياضيات، يعني مش حنكتر كتير يعني. فهذا شرح الفيديو. هنا في انا عندي الكيرنل هاي بتحاول تطبق سيمبل كونفولوشن، فممكن تفتحوها معايا، لانه على ال سي دي على البروجيكتور مش راح تبين زي ما انه انتم تشوفها قدامكم على الشاشه، لانه الالوان هنا بتختلف شوي. نعم، مش تغليفية، التفافية بقوله. بتعيد ايش؟
نعم انت عندك اشي زي هيك فاهم عليك عندك انت اشي زي هيك انه ماتريكس قديش قلت لي ماتريكس زي هيك بدك تحولها 3 في 3 تمام فانت ايش ممكن تسوي انه انت هاي اخذت هذه زي هيك وبعديها هذه الجزئيه عملت له كونفولوشن اخذته هنا بالضبط زي هيك وهذه هذا برضه كونفولوشن هذا برضه كونفولوشن بالضبط هذه كونفولوشن اوبريشن نوعا ما بس انت بدك تاخذ بعين الاعتبار انه انت عندك الصوره زي هيك تمام انت عندك طبقه الكونفولوشن هذه بدك تحدد السايز تبعها فبالتالي هذه عباره عن ويندو حتيجي تاخذها انه زي هيك بعديها بتعمل ازاحه حتصير زي هيك وبتزيحها هيك هيك شويه وبعديها بتنزل فيها تحت وبتضلك تزيح زي هيك عشان هيك انه هي الكونفولوشن اوبريشن انه انت عندك هذه الويندو هذا السكوير الصغير بتلف عليه على الايمج بتعمل له ازاحه وح شويه شويه وبتنزل تحت لغايه لما تمر على كل الصوره هاجيت كل منطقه انت بتزورها هذا بيؤدي انه انت تعمل بيولد انت عندك هنا رقم هو عباره عن ناتج الكونفولوشن اوبريشن للبيكسلز اللي موجوده هناك بيجري عليها عمليات حسابيه بيطلع انت عندك هنا رقم في المصفوفه وهنا بيطلع عندك رقم في المصفوفه وعندك بيطلع هنا رقم في المصفوفه وهكذا هكذا هدول الارقام بدنا نعملهم افريجنج ليش لانه الخطوط الراسيه والافقيه بدنا نجمعهم مع بعض عشان نشكل اشكال معينه عشان نشكل ملامح معينه يعني العينين او الاذن او الانف عند يعني زي ما شفناها في القط الان فهدول بدنا نجمعهم بعد الكونفولوشن بيجي انا عندي بولينج والبولينج فيه منه نوعين افريج او ماكس فبعض الاشكال الايش لما اعملها تجريب ارجع لاصلها كل اشكال متشابهه نعم هلا كيف بقدر اعمل معها شو هاي طالعه نفس الشغله خليها ما دام انه هي نفس الشيء ولا لا مختلفه زي ايش مثلا ماشي بس حكيت لا 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 خلي بالك خلي بالك يعني انه انت هنا في هاي الاوبريشن انا ما جيتش حكيت لك فيس ديتكشن او يعني فيس ريكوجنيشن جيت حكيت لك انه تطبيق من التطبيقات انه انت بدك تيجي تتعرف انه هذا بيرسون ولا بايسيكل زي هيك لو انت بدك تتعرف انه هذا شخص ولا هذا مش شخص تاني لا بدك انه انت فيتشرز موجوده في الوجه معروفه عند البشر ايش هي الفيتشر اللي بتميز فلان عن فلان بتطلع لك الخطوط بتساعد لك انه هي تطلع لك الخطوط من صوره ملونه هذه احنا بنواجه فيها صعوبه انه احنا نتعامل مع الصورة كار جي بي بتطلع لك الخطوط ايش هي الفيتشرز يعني على سبيل المثال المسافة بين الانف والشفة العليا هذه بتميز كل شخص وشخص التاني المسافة بين هاي وبين هاي المسافة بين العين هذه والعين هذه هذه بتميز شخص عن شخص هجيت طالما انت جبت الخطوط هاي وجبت وين مركز العين وجبت الانف وين والفم وين كخطوط باستخدام الكونفولوشن بسهل عليك انه انت تطلع يعني تستخدمها كفيتشرز عشان تحدد انه الشخص هذا فلان ولا فلان بس بسهل عليك فبالتالي هو بيحسن التعرف على الاشخاص لكن في حد ذاته انه انت تيجي تقول انه كونفولوشن بس لا بده يكون في عشان هيك في عندك طبقه اخيره اللي هي الدنس فهجيت نفس الجواب راح يكون للنمر
والقطة إنه الوظيفة تبعت الكونفولوشن فقط استخراج فيتشرز، لكن التعليم على هذه الفيتشرز بده يكون في عندي طبقة هاي، بده يكون في عندي طبقة هنا دنس، ممكن تكون أكثر من واحدة، هي اللي حتعمل ترين، حتيجي تقول إنه والله عين النمر أكبر من عين القط، أو يعني حجمه بيكون أكبر، أو إنه الطول أو العرض أو التكتشر اللي الباترن اللي بيكون موجود فيه إنه بيكون أطول أو شغلة زي هيك، بيقدر إنه هو يتعلم. تمام؟ كيف؟ ممكن انه يكون انت قصدك انه احنا في النتورك بنعمل ستاكينج لاكثر من نوع مختلف من اللايرز عشان نطبق ابلكيشن معين، زي مثلا ايموشن ديتكشن، انه انت بدك تشوف انه هو فرحان او زعلان، ممكن انه انت تضيف اكثر من طبقه لل 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 للكونفولوشنز وتعملها تكديس فوق او قبل الدنس لايرز عشان انه انت تتعرف انه هو هذا سعيد او حزين. ممكن انه انت تضيف شغله ثانيه انه نبره الصوت تبعه او الانتونيشن تبع الفويس تبعه، انه هل هو معصب ولا فرحان ولا ايش بالضبط. فبالتالي هذه ممكن تدخلها على نتورك ثانيه، نفس النتورك، لا سي ان ان دائما كمبيوتر فيجن، سبيش لا، بدك تختار نتورك ثانيه وتعملهم الاثنين انسمبل، انه يقولوا لك انه هذا معصب ولا مبسوط ولا ايش وضعه بالضبط يعني. فهنا طيب هجيت هذا الانبوت بدي اطبق عليه الكيرنل او الكونفولوشن، تمام، وزي ما حكينا بدنا نخليه يلف على كل الصورة زي هيك، تمام، وكل مرة بلف بروح بطلع لي اندكس معين في الاوتبوت، كل مرة بلف زي هيك بهذا الشكل، تمام. طبعا هذا السيت اب عندي، خلينا نشغله. هنا ايش معرف؟ هوريزونتال لاين كونف، قديش القيم اللي موجودة عندكم؟ 1 1 سالب 1 1، تمام. فبالتالي هاي الاوريجينال ايمج عمل لود لماي ايمج، هذا الكلام هيو موجود هنا في السيت اب، تمام. ايش راح طبق؟ طبق الكونفولوشن اوبريشن وعملها فيجوالايز. ايش ادى؟ اداله الاوريجينال ايمج والكونفولوشن ماتريكس، الكونفولوشن ماتريكس. لا ايش الفيتشر ماب؟ لا هذه فيري سمبل، يعني شيء بس عشان انه نشوف انه ايش الفيجواليزيشن. هلقيت احنا حنشوف انه بعد هيك انه كيف النتورك انه الفيتشر ماب او الكونفولوشن لايرز انه البارامترز تبعتها كيف انه احنا نجيبها خلال التريننج، لكن هذه بس انه عشان انه احنا نوضح هنا في الصوره. هاي الاوريجينال، تمام، وهنا ايش بده يعمل؟ تحديد للهوريزونتال لاينز. فهاي الرسمة على ال LCD أنا مش عارف قديش إنه واضحة بالنسبة لإلكم. واضحة نوعا ما. فهي إيش بتجيب؟ الخطوط الأفقية أكثر إشي، تمام؟ في عندي هذا الخط الرأسي هذا زي هيك، مش كتير إنه هو واضح. إيش أنا عندي واضح؟ الخطوط الأفقية هذه زي هيك، شايفين افرع الشجره بشكل افقي، لكن جذع الشجره مش كتير واضح، تمام.
حاجات احنا ايش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل vertical line convolution. ايش الانديسيز اللي موجودة عندكم او الفاليوز؟ لا عكس، احنا بنحكي vertical. قديش الفاليوز؟ واحد ماينس واحد، واحد ماينس واحد، هيك مزبوط؟ تمام. هنا قارنوها بايش؟ بهذه واحد واحد ماينس واحد ماينس واحد. فبالتالي هذه بدنا نكتشف الهوريزونتال، بدنا نكتشف الفيرتيكال، بدنا نعكسها. تمام؟ زي هيك. وخلينا نعمل فيجواليز ونشوف مقارنة الصورة هاي مع الصورة هاي. هذه ايش؟ هذه نفسها؟ هادي وهاي نفس الاشي. شايفين جدا الشجرة هذا كيف بيّن هنا اكتر؟ vertical. فبالتالي انه هنا صار في عندي detection of vertical lines بشكل افضل. تمام؟ هنا الخط الافقي، هنا الخطوط الافقية اللي كانت موجودة هنا، لا مش ظاهرة، يعني هنا ظاهرة بشكل اكتر. تمام. فوظيفة الكونفولوشن انه هي يعني بتعمل ديتكت للخطوط الرأسية والخطوط الافقية، بروح بجمعها بعملها بولينج مع بعض بحيث انه انا اطلع الفيتشرز اللي هي ممكن تشكل انه اجزاء من العين او اجزاء من السيارة او اجزاء من اي اوبجكت انا بحاول انه انا اطلعه، حتى لو كانت الصورة هاي ملونة وحتى لو كان في الخلفية تبعتها انه في اشياء ممكن تشوش علينا. تمام؟ نحولها لايش؟ لا احنا ليش نشيل الار جي بي؟ يعني انه الفكره في الموضوع انه الصور الملونه هي اللي لا الالوان هي بتشكل انه هي بتساعد في تحديد الحواف، هي بتساعد في تحديد الايدجز. مع الكونفولوشن بتفيد. تمام. فبالتالي انه لا انه احولها لجري سكيل. لا هلا صور الوايت. نعم ممكن تكون نفس البارترس لون مختلف. ماشي. اذا كان اللون هو يعني انه انا عندي فيتشر مميز لا هيك بصير موضوع تاني، لكن اذا كان شكل الزهرة هو بيحدد نوع الزهرة فبالتالي الالوان مش كتير انه هي مفيدة. لكن اذا كان اللون له دور كبير في 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 في, في تحديد بالضبط في التمييز، فهذا الاشي يعني هذا بيدخل نوعا ما في تحديد الاوتبوت تبع الكونفولوشن، انه هذا يعني نفس الشكل بس اللون مختلف، الكونفولوشن الاوتبوت تبعه بيختلف هنا بالضبط. مش ثلاثة لايرز، انا عندي ثلاثة تشانلز في الكالر، يعني في الصور ثلاث قنوات الار والجي والبي. نعم. ليش انا اتعامل معها انه هو كدرجه لون واحد، مع انه هي عباره عن ثلاث الوان الار والجي والبي؟ مو في الماتريكس الثلاث الوان. طيب بقدر اتعامل معاهم الثلاثه ماتريسيز هدول، مش احنا حكينا هنا هنا حكينا في نعمل سيرش على تنسور هدول. احنا هذا حكينا انه 1D عبارة عن فيكتور، لما يصير ماتريكس بيصير 2D تنسور.
تمام. الكيوب بصير انا عندي 3 دي عباره عن ماتريسيز يعني، فبالتالي هذا 3 دي، 3 دي تنسور بتعامل معها، فالصوره بتعامل معها ك 3 تنسور، فبالتالي هذه المصفوفه بتمثل قيم الار الريد في البكسلز تبعت الصوره، اللي وراها الجرين، اللي وراها البلو ار جي بي بلو. ترتيب صح. فبالتالي انه 3 دي كيوب او يعني 3 دي تنسور، فبالتالي بيقدر انه هو يتعامل معاها، يعني انه تطلع معايا زي هيك. ليش؟ انه انا يعني طب لو بدي ادمجهم مع بعض، انه ايش العمليه الحسابيه اللي انا بدي اخلي الثلاث ارقام هدول الار والجي والبي يطلعوا لي رقم واحد؟ لا، هل الجمع بيمثل انه عندي درجه النوع؟ لا ابدا. يعني تخيل اللي صار معايا، انه انا في عندي هنا الار كان 20 والجرين كان 30 والبلو صار 10. لو انا جبت لون تاني بس الار كان فيه 10 والجي كان 20 والبي كان 30، هنا الجمع بيطلع نفس الناتج مع انه هما لونين مختلف. الميكس، درجة الميكس هنا مختلفة، فبالتالي لا ما بنفعش الجمع في الصور. في كيف لونه بتعمل معه صفر واحد؟ انا عندي درجه الالوان، درجه الجرين من 0 ل 255. ليش؟ كيف بدك تتعاملي معه؟ يعني مستحيل تتعاملي معه انه لا انا عندي 255 درجه من اللون الاخضر، انت 0 1 وكانه اخضر ومش اخضر. اوكي. اذا التنسور عنده القدره انه يتعامل مع 3 دي تنسور، ايش المانع يعني؟ ليش نستخدمها؟ طب انت ليش ما تستخدمي هذا؟ انت بدك تقنعيني انه طب انت انا بدك اياني اقنعك انه ليش ما تستخدمي 3 دي تنسور؟ بس يعني ليش بتحاولي تقنعيني انه هديك؟ هديك لسه اللي انت بتحكي عليها لسه مش متخيلها، مش قادر اتخيلها، انا مش قادر اتخيلها زي ما انت بتوصفيها، تمام. لكن انه ار جي بي كل واحد ماتريكس لحال، ثلاثه ماتريسيز بيقدر انه هو يتعامل معهم كلهم، بدخلوا على الكونفولوشن. انا عندي احنا وين كنا في هنا. بالمناسبة بيحاول انه هو يناقش شغلات كتير مهمة، لانه احنا مستخدمين هنا 2 في 2 convolution، هل احنا ممكن نستخدم 3 في 3 4 في 4 ولا حتى اشي بيمنعنا انه احنا نستخدم 4 في 7؟ ليش؟ لانه هي عباره عن convolution زي ما حكينا، انه هذه سواء كانت سكوير ولا مش سكوير هي بتلف عليهم واحده واحده، يعني بتعمل ازاحه بمقدار واحد كل مره، فبالتالي بزبط كل المقاسات. بس السؤال الان انه هل لو استخدمنا انه يعني small convolution ولا large convolution حيأثر معايا في النتيجة أو الفيجوال باترنز اللي حيطلعها؟ يعني لو كان في عندي هنا large convolution
هل حيكون في عندي more visual patterns ولا العكس انه large convolution حتجيب لي fewer visual patterns؟ في الحقيقة الإجابة it depends. يعني ما فيش حاجة إنه لا large convolution أو small convolution أفضل. فهو فعلياً إنه بيعتمد. تمام؟ نعم. فبالتالي اي حاجه ممكن اعملها كابتشر بالثلاثه في ثلاثه تمام، ممكن ما اقدرش اعملها كابتشر بالاثنين في اثنين، والعكس صحيح. في شغلات الاثنين في اثنين تقدر تعملها كابتشر، الثلاثه في ثلاثه تقدرش تعملها كابتشر. فعشان هيك ممكن يكون انه انا اعمل ستاكينج للايرز اكثر باحجام مختلفه، ممكن يكون هو افضل. في النهايه برضو انه الكونفيجريشن تبعت النتورك هذا بيخضع للتونينج. تمام، بس انه احنا نفهم كتأثير انه اكبر بيكون احسن ولا اصغر بيكون احسن، لا نفهم بشكل عام انه لا ما بيعتمدش. نعم not necessarily. تمام، فهيك بتصور الconvolution صار واضح وايش معنات الconvolution operations. صح، الامبيدنج غير الكونفولوشن. ايش المانع من التكرار؟ نعم لا، لما يكون في عندي اكثر من مرحله في الكونفولوشن ممكن انه الكونفولوشن الاول يطلع لي مثلا الشيب الرئيسي، بعديها الكونفولوشن المرحله الثانيه يطلع لي تفاصيل اكثر، يطلع لي حواجب، عينين، رموش، شغلات زي هيك. بالضبط، فبالتالي انه كل واحده بتسلم الثانيه، يعني انه كونكتد مع بعض. نعم نعم، بس ما عندي extraction من line spots. كيف؟ ما طلع، ما قدر نتعرف على الكود لما كبرنا الكاميرا. هاي الشغلة إنه ما بتقدرش بالعين المجردة إنه أنت يعني تبين معاك بشكل كبير، هذه نقطة. والنقطة الثانية إنه الكونفولوشن اللي هنا، لأنه يعني أنت لو يعني أخذت كتاب في الكمبيوتر فيجن بشكل فعلي وشفت إنه إيش الكونفولوشن الإمبليمنتيشن تبعها، ببدأ لك بإمبليمنتيشن نايف، يعني حاجة بسيطة على الآخر. تمام؟ في أنت عندك كونفولوشن أعقد من هيك إنه بيسوي المطلوب والتأثير تبعه ببين معك. فاللي اللي 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 بتقدر إنه أنت تلحظه هنا بس خطوط رأسية وخطوط أفقية. زيادة الكونفولوشن انه هيطلع لك خطوط رأسية اكثر او اقل، مش هتقدر تميزها بالعين المجردة، لانه هذا الكونفولوشن هذا كتير نايف، وهذا بس للديمونستريشن، يعني مش كونفولوشن حقيقي 100%. يعني هذا لو بدك تستخدمه في ديب ليرنينج موديل في نتورك، يعني نعم اداؤه حيكون سيء جدا. بس هنا مستخدم كتطبيق الاوبريشن، تشوف الناتج بعينك، نفهم ايش معنات كونفولوشن. تمام، حكيت الفكرة في الموضوع انه احنا متفقين انه CNN تستخدم في الكمبيوتر فيجن.
تمام. هاجيت الكمبيوتر فيجن شغلة أساسية في الاي اي. ليش؟ لأنه بدي أعمل روبوت بده يكون في عنده نظام رؤية، بده انه هو يعرف يتحرك ويعرف يحدد انه هذا اللي ماشي مع يعني قدامه عبارة عن سيارة او عبارة عن شخص. انا ما اعرفش، يمكن انا ورجيتكم فيديو قبل هيك بياخذ الفيديو فريم فريم وهيو بصير ابديت. يعني هذا عباره عن بيرسون 97 98 97 يعني بيطلع منزل هذا بيرسون 99%. فبالتالي انا بدي سيلف درايفنج كار، فبالتالي سيلف درايفنج كار انه بده يكون انه سوفت وير عنده ذكاء اصطناعي انه يقدر يقود السياره لوحده، فبده يكون في عنده نظام رؤيه يقدر انه يعمل تحديد لهي الاشياء اللي فهذه بده يحدد انه هي عباره عن كار. هيو حدد الايدجز تبعتها، هذه عباره عن كار، هذه عباره عن كار، تمام. فبالتالي انه هذا في نظام سيلف درايفنج كار. العاب ايش؟ يعني عشان توضحي اكثر يعني كيف في الالعاب انه تعرف على الشخص، يعني لانه هاي الشغلات انه محدده في الانفايرمنت تبعته. حكيت هاي الكمبيوتر اصلا الشخصيات هذه انه بري ديفايند، فبالتالي انه معرفه بالنسبه له، فبالتالي ما فيش داعي انه احنا نعمل له كمبيوتر فيجن سيستم عشان انه هو يقدر يتعرف على الاوبجكت هذه. هاي الاشياء احنا وين ممكن نعملها؟ ممكن نعمل كمبيوتر فيجن سيستم للروبوت بينظف المطار، فبالتالي هذا الروبوت وظيفته انه هو ينظف المطار، يطلع على الاماكن، انه هو يتعرف انه هذه المنطقه وسخه او هذه المنطقه انه فيها زحمه يعني اشخاص، انه خلص بيقرر انه هو ينظفها ليتر لحاله يتصرف. فبالتالي لازمه كمبيوتر فيجن ولازمه انتليجنس او ذكاء اصطناعي عشان انه يقدر ياخذ قرارات بنفسه، انه اذا كانت موسخه كثير او اذا كانت، لانه الموضوع فيها بده يكون في افيشنسي. ايش الفائده انه انا اخليه ينظف في مكان الغبره فيها 20% بينما في مكان ثاني الغبره فيها 80% وتركها وهو مركز في المنطقه هاي. فموضوع مش كمبيوتر فيجن بس انه يقدر يتعرف، لا كمبيوتر فيجن وذكاء بحيث انه كيف؟ لأنه بده يكون في عنده ذكاء كافي إنه يتعرف على يعني باستخدام نظام الرؤية اللي موجود عنده إنه يأخذ قرارات إنه أنا بدي أصل في أسرع وقت، بس في نفس الوقت بدي أحافظ على السيفتي، وبده تكون إنه السواقة تبعتي سموث. أنا إيش الفائدة إنه أنا أركب في السيارة إنه هو يمشي وبعدها يقف فجأة زي هيك كل شوية وهو خضدني كل شوية وهو خضدني؟ لا مش سواقة هاي. فبالتالي إنه في عنده عدة قيود بده يكون فيها الذكاء بحيث إنه هو يقدر يحقق الأوبجكتيف هذا. نظام الرؤية واحدة من هاي الأشياء. فاللي أنت سألتي إنه شو علاقة السي إن إن بالإي آي؟ عادة في الإي آي إحنا نحتاج لإنتليجنت روبوتس، والروبوتس هذه بتحتاج نظام رؤية، فبالتالي هذا بيساعدها واحد من المكونات. يعني سواء كان انه الروبوتس هذه انه ممكن نعتبره انه هو عبارة عن سيلف درايفنج كار او روبوت بينظف في المطار او اي حاجة. بالضبط. الله يعني.
واسع كثير كمان. فحتى كمان الواحدين اللي بيكونوا في الجامعات اللي ورا بيكونوا كثير متخصصين. صحيح. هو انه احنا الفكره في الموضوع انه هدول كلهم راح يصيروا عباره عن ماشين ليرنينج بروبلم، بغض النظر سواء كان انه هذا عباره عن تكست او سواء كان عباره عن ايمج. ما دام انا قدرت اني ارتب الموضوع انه الانبوت معروف والاوتبوت عارفه انا، فبالتالي انه في النهايه تحولت لماشين ليرنينج بروبلم. وما دام انه هي ماشين ليرنينج بروبلم، يعني اسمح لي استخدم هذا المصطلح انه بنقدر ندوس فيه. فبالتالي انه كلها عباره عن ماشين ليرنينج بروبلم، بضل انه احنا نتعرف على الاشياء اللي الخاصه فيها. كمبيوتر فيجن ايش الطبقات اللي بتتناسب معها؟ طبقات كونفولوشن تكست وفيها سيكونس وفيها سياق، بده يكون ار ان ان. بالمناسبه هذا ايش مستخدم؟ ار سي ان ان، يعني دامج ار ان ان مع سي ان ان، يعني حاجه معقده خالص يعني. ف انه نسوي شغله زي هيك لانه السياق هنا ما يعني مطلوب في الموضوع. الكوكو هذه عباره عن داتا سيت مشهوره انه فيها مجموعه من الفيديوز، والتاسك اللي هي عباره عن اوبجكت ديتكشن وسيجمنتيشن، تو تاسك. سيجمنتيشن انه يقطعها زي هيك، انه يحاول يعمل انه هاي عمل ديتكشن انه هاي سياره، تمام. ديتكشن انه يحط انه فوقيها انه هي كار وقديش انه هو سيرتن، يعني هذه انه هو هي كار وسيرتن انه هي 97%، فهذه تاسك مركبه زي هيك، تمام. الان الشغل في هاي الاشياء انه عاده بيكون ضمن فريق، فعليا الشخص الواحد بيقدرش. ممكن يشغلهم كانسمبل، ممكن يشغلهم كانسمبل او يعمل انه كل واحد لحاله ويعمل كومباينيشن او فوتينج للاوتبوت تبعهم انه زي هيك. هجد في هذا الكورس انتم في عندكم اطلاع على كل بس اذا بعد اذنكم ثواني بس عشان كنت بحكي انه احنا في هذا الكورس بناخذ يعني تقريبا انه يعني قاعده عريضه انه في كل التخصصات تقريبا، او مش في كل التخصصات، في كل مواضيع الداتا ساينس، سواء كان كمبيوتر فيجن او سواء كان ناتشرال لانجويج بروسيسنج. زي ما احنا حنرجع في الار ان ان، هذه مواضيع لها علاقه بالار بالان ال بي، او انه يعني لها علاقه بالديب ليرنينج، انه نشتغل على ستراكشر داتا. فبالتالي انه احنا بناخذ كل هاي الاشياء، فبالتالي انتم بكون في عندكم قاعده واسعه انه انتم ممكن انه انتم تتحركوا من خلالها. فبالتالي اي تاسك ممكن يكون، لو تاسك خفيفه ممكن انه انتم تشتغلوا فيها على منصات الابورك، بس في الغالب زي ما حكيت لكم انه الشغل في هذا الاشي انه بيكون عبارة عن شركات وبشتغل مع تيم، تمام. يعني الشغلات اللي انا اشتغلتها لوحدي تقريبا انه مشروع او مشروعين، اما الباقي كله عبارة عن شغل مع تيم، لانه هذا شغل كبير بقدرش انه انا اسويه لوحدي. فبالتالي كل واحد بيكون مسؤول في التيم عن شغلة معينة. فبالتالي بالمناسبة الشغل مع الشركات والشغل مع التيم خبرة تانية خالص، يعني مستوى تاني من الخبرة، غير لما أنا أشتغل كفريلانسر. شغل فريلانسر مش هالإشي الكتير في الخبرة أنه أنا أشتغل كتيم، لكن لما أنا أشتغل مع شركة وأتعرف على الستاندرز تبعتهم وعلى طريقة التست تبعهم وعلى طريقة التيم وورك وكل هاي الأشياء، بالإضافة للشغل التكنيكال. لا مش موجود، فيش بيكون انا فيها بشتغل ريموتلي دوام عن بعد، يعني زي هيك. كل اجتماعاتنا وكل شو اسمه على الـ على الـ على الانترنت. طب طالما انت قايل انك انت داتا ساينس، ما تضمنش اسمه عندك هتجيك، يعني ما تقدرش تخصص
ماشي، ما هو يعني انه هذا حسب طبيعه المشاريع اللي بتجيني. والله انا اجاني مشروع سي ان ان وانا عندي يعني معرفه فيه، حقول له لا حشتغل فيه. بس ايش نوع الداتا اللي بتجيك؟ عشان لازم يكون عندك علم بالضبط. فعشان هيك الكورس هذا بيغطي كل المواضيع. انتم ملاقين انه احنا يعني قاعدين ننتقل من شيء لشيء ثاني، واحنا يا دوب نستوعبنا الشيء الاولاني. لا بس هذا الشيء ضروري بالنسبه لكم، يكون في عندكم قاعدة عريضة ان انتم تقدروا تنطلقوا منها يعني. تمام. خليني بس اعمل سيرش على شغلة نم بيكون هي هذه. سيخلينا هنا تمام. في اللي يعني انه في اكثر من امبلمنتيشن للكونفولوشن، والامبلمنتيشن هذا الافيشنسي تكون كثير مهمه في الموضوع. هذه شغله ضروريه يعني. فللي حابب يجرب، في انت عندك في السايبي وفي النمبي في عندك كونفولوشن اوبريشن يعني اوريدي امبلمنتد وجاهزه، فممكن انا اطبقها على ايمجز وبتطلع لي الاوتبوت انه بهذا الشكل، انه بديها انه كنمبي اري. تمام. وبتطلع لي الاوتبوت زي هيك. فهي الاوريجينال وهي الجريدينت ماجنيتود انه انا طلع لي الايدجز، هذه انه بطلع لي اورينتيشن زي هيك. ففي اكثر من كونفولوشن انه انا ممكن اطبقها انه اوريدي امبلمنتد في مكتبات عديده. احنا طبعا هنشتغل بطبيعه الحال على تنسور فلو، هنستخدم الكونفولوشن لاير في التنسور فلو. هاي الشغلات انه بتساعدني في الفهم اكثر، انه انا اشوف كيف انه الشغلات هذه انه ايش الناتج تبعها. طيب هذا الكونفولوشن ملاحظين هنا كيف انه بتصير انه بتلف. تمام. وكل لفة انا بعملها بيطلع انا عندي ناتج جديد في هذه الماتريكس بهذا الشكل. تمام. فبالتالي هذا السايز انا عندي ممكن يختلف، وهذا السايز انا عندي ممكن انه هو يختلف. تمام. هذا الكونفولوشن. اما البولينج انا في عندي طريقتين في البولينج، انا في عندي الماكس وفي عندي الافريج. الماكس يعني على سبيل المثال انه الاربعه هذول انا اخذتهم، اجيت اخذت ايش الماكس فاليو، هيها اللي باللون الاحمر، هيها حتصير احمر زي هيك. والثانيه برضه انه اخذت انه ايش اعلى قيمه، انه هي اللون الاحمر وهكذا. تمام. اما الافريج بروح باخذ المتوسط تبعهم. فلاحظوا انه الناتج هنا انه الماكس دائما بيكون انا عندي اللون الغامق اللي هو اللي بدل على القيمه الاعلى اكثر، وهنا الافرج بما انه متوسط باخذ مجموعهم على العدد انه بكون اللون اقل درجه تبعته انه اقل بهذا الشكل. فهي ممكن نعتبرها انه هي عباره عن تجميعه لخطوط الطول الهوريزونتال لاينز والفيرتيكال لاينز والهوريزونتال لاينز، انه بجمعها مع بعض في ايدجز بحيث انه هو يشكل اشكال هندسيه انه نقدر نحن نتعرف عليها على لاوبجكت. تمام. طبقة الاف سي هذه احنا شفناها هنا واحد. تمام. بس التفصيل تبعها هيو هنا، انه انا ممكن تكون في عندي اكثر. هذه الناتج تبعها ايش بعمل له؟ فلاتن، بفرطه زي هيك وبدخله على الاف سي. في الاف سي ممكن يكون في عندي اكثر من طبقة،
بحيث انه يقدر يتعلم على الاكستراكتد فيتشرز انه يطلع الناتج. اوكي يعني موضوع تونينج للباراميترز هذه متروكة للنتورك، بس هاي بشكل عام انه هاي الكونفولوشن، هاي البولينج سواء كان ماكس او مين، هاي بشكل عام. طيب حقيت في ايش انا ممكن استخدمها؟ ممكن استخدمها في عدة تاسك. ايش التاسك هذه؟ مجرد انه كلاسيفيكيشن عادية، انه يعمل كلاسيفاي للبيكتشر هذه انه هذا عبارة عن تيدي بير. عارفينه التيدي بير؟ توب تيدي تبع الرسوم المتحركة اعتقد انه. وهنا عبارة عن كلاسيفيكيشن مع لوكاليزيشن. بالضبط انه انت قلت لي تيدي بير بس حوط لي اياه. وهنا انه ديتكشن لاكثر من اوبجكت، انه انت عندك تيدي بير وهنا في عندك كتاب زي هيك. هذا موضوع تاني، موضوع الترانسفير ليرنينج او عفوا الستايل ترانسفير. ايش مفهوم الستايل ترانسفير؟ انه انا عندي هاي كونتنت وعندي ستايل، فالناتج تبعها انه انا بروح بعمل الكونتنت بدخل عليها الستايل. موجودة في تطبيقات الموبايل انه يعني شغلة زي هيك، يعني هاي الكونتنت وهاي الستايل انه بيطبق عليها زي هيك. هذا CNN ستايل ترانسفير، هذا CNN. هي انا ما عنديش خبره في برامج الفوتوشوب على الاطلاق يعني، مش لكن انه في اذا في حدا فيكم بيشتغل على الفوتوشوب في فلترز بتعمل لي ستايل زي هيك. انستغرام هذا كله سي ان ان، كله سي ان ان، كله كل تبعت الفيسبوك ال السناب شات الانستغرام انه يطلع لك ديل ويطلع لي ويطلع لي شوارب والشغلات هذه كلها اي ار مع سي ان ان، يعني تعدد التقنيات مع بعض انه بيطلع لي اياها زي هيك. هذا الستايل في عنا مثال انه احنا حنشوفه تمام، بس اول خلينا نطبق السي ان ان عادي. اوكي هيك تقريبا خلصنا. طيب ناخذ مثال، واضح السي ان ان؟ ناخذ مثال على التنسر فلو. التنسر فلو خليني اطلعه من هنا. تنسور فلو دوكس، واروح على سايت انجلش توتوريال ايميجز. في عندي كلاسيفيكيشن هذه او هذه، انا حاطط اللينك اصلا هنا. نرجع سيلكتد كيراس
وهنا convolution neural network introduction. هاي introduction. موجودة وين؟ في tutorials في images introduction to CNN. اوكي ممكن تكون هذه. تمام هاتي خلينا نفتحها بالكولاب. ناخذ منها النسخة. وهنا فعلا عندي الجي بي يو وشلت هاي انه عشان يحفظ الاوتبوت تبع السيلز. طبعا هو بيشتغل على الداتا سيت اللي هو سيفار. ايش السيفار داتا سيت؟ هي عبارة عن 60,000 color images. حاجات صرت تتعامل مع ألوان. تمام؟ أكم كلاس فيه؟ تابعين معايا؟ فتحتوا النوت بوك. النوت بوك هي. بروح بفتح TensorFlow/docs. بروح على سايت English tutorials images. بعديها CNN. IP. لا 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 ال 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 الريبوزيتوري تبع تنسر فلو. شيلي مونتاز سلاش تنسر فلو. افتحي على تنسر فلو سلاش دوكس. تمام يعني افتح الريبو github.com/tensorflow/ ما في سلاش دوكس. ليش؟ بعد سلاش دوكس هي صار عندك هاي عندك سايت انجلش توتوريالز ايميجز. طيب فعجيت انك تاخد منه نسخة عشان الاوتبوت تبع النوت بوكس يتسجل عندك وينحفظ وتتأكد انه ينحفظ. بتروح هنا على الران تايم او على change run time type وهذه لتشيك بتشيله. هذه كانت omit code cell output when saving. لا انا بدي الاوتبوت ينحفظ. تمام فالداتا ست اللي احنا نتعامل معاها هي عبارة عن السيفار images.
زي ما حكينا هي عبارة عن 60,000 color images فيها 10 classes. يعني كل class فيه 6,000 صورة. فبالتالي المجموع في النهاية بيطلع أنا عندي 60,000. عندي راح يكون 50,000 للترينينج و10,000 للتست. والكلاسز ماتش يعني ار ماتشوالي اكسكلوزيف، فبالتالي انه ما فيش اوفرلاب بيناتهم. صور عشان ما تتعرف عليها انه هاي الماتريسيز. لا هاي انت عندك هاي الكلاس الاول اير بلين، هذه عباره عن مجموعه صور لطائرات. ثاني اوتوموبيل سيارات، تمام، بيرد كات دير غزال دوغ فروغ هورس شيب تراك، 10 كلاسز وهي المطلوب انه احنا نتعرف عليهم، تمام. فبالتالي هذه عباره عن سمبل كلاسيفيكيشن. طبعا الداتا سيت هذه بما انه بريلودد في الكيراس داتا سيت او تنسور فلو داتا سيت، فبالتالي اللود تبعها سهل. فبالتالي هنا هيو محطوط هنا كتابل ترين ايميجز ترين ليبلز تيست ايميجز تيست ليبلز بتساوي داتا سيت صفار 10 لود داتا سيت بالضبط، تمام بالضبط. هذا النورماليزيشن خلي بالكم مش تحويل لجري سكيل. انا في عندي ثلاث قنوات، مجرد انه هو حول الرينج بدل ما هو من 0 ل 255 حوله ل 0 ل 1، لكن الار والجي والبي لسه موجودات، تمام. طيب حاجات هنا شغله مهمه انه احنا نتاكد انه الداتا سيت هذه لودد كويس ولا لا، فبنعمل فيريفاي للداتا سيت، فبنعمل لود لاول 25 صوره. فهنا الكلاسز هيو حكيت صحيح مظبوط، ما هو يعني تخيل انه انت عندك يعني انت تخيل انت عندك الصوره يعني صوره الار فيها مثلا 213، تمام، قديش المين 0 والماكس 255 كل واحد لحاله كل شانل لحاله. فبالتالي انت لو بدك تيجي تطبق المين ماكس نورماليزيشن انه النيو فاليو ايش راح تساوي، ال V اللي هو 213 ناقص المين 0 على الماكس ناقص المين تقسيم الماكس ناقص المين which is 213، تمام. بس انا يعني بقول لك انه هو الار لحال والجي لحال والبي لحال، هذه صور ملونه، بس المجرد انه النورماليزيشن انه الرينج بدل ما كان من 0 ل 255 صار من 0 ل 1 بس، لا اكثر ولا اقل. طيب هاي الكلاس نيمز، انا عندي 10 كلاسز، اير اير بلين اوتوموبيل بيرد بتصير ايش صحيح، واحد يعني درجة كاملة للون، 0.5 يعني انه ريد 50%. طيب هنا حدد الفيج سايز انه بلوت فيجر فيج سايز 10 في 10 عشان انه يرسمه، وهنا
لفينا من واحد من زيرو ل 25 لانه حكينا احنا بدنا نظهر اول 25 صوره تمام. فبالتالي هذا الكود انه هيو بي ال تي اي ام شو ايمج شو ايش اديته اللي هو ترين ايمج اوف الاي تمام. وهنا اديت الاكس ليبل اللي هو عباره عن الكلاس نيم من خلال الترين ليبل اوف الزيرو. هاي الشغله واضحه بالنسبه لكم؟ يعني على سبيل المثال انا عندي هاي ترين ايمجز اوف الزيرو، شوف كيف شكلها. وخليني ابدا اشغل من الاول. يبدو انه انا لازم اعمل ريستارت للبراوزر. في شيء ما هو convolution على داتا صغيرة بدون فايدة فعليا، مش هيلحق يعمل في يعني extraction للفيتشرز، مش هيقدر يتعلم انه هذه فيتشر ولا لا. فبالتالي انه انت عندك داتا سيت يعني بالمئات او حتى ما عدتش الالف او عدت الف الفين، مش مجدي انه تستخدم معاها سي ان ان. هذا كلام انه احنا حكيناه بالمناسبة اوريدي يعني ديب ليرنينج. كان في عندي كيرف، هذا الكيرف انه انا فعليا انه مع الاماونت اوف داتا الكلاسيكال ماشين ليرنينج انه خلاص بصل لمرحلة معينة وزيادة البيانات مش حيأثر فيه، لكن الديب ليرنينج المنحنى تبعه لسه طالع، كل ما كان بيانات اكثر كل ما كان انا عندي الوضع افضل تمام. فبالتالي الديب ليرنينج بتطلب بيانات كثيره، من بدون بيانات كثيره ما ينفعش انت تيجي على داتا ست صغيره وتيجي تقول بدي اطبق ديب ليرنينج، زي كانه انت بتجيب كباش عشان تخلع مسمار، يعني ما بزبطش. طيب هاي كونكتد انا وهاي فيرجن 2 سيلكتد وهي داونلود للداتا سيت. تمام هاي شايفين عبارة عن array RGB 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 كله ثلاثة في الهايت والويد قديش. طيب هذا اوف الزيرو، نشوف الليبل تبعها ايش. هيو ترين ليبلز اوف الزيرو، عبارة عن هاي ستة. كيف بدي اطلع اسم الليبل هذا؟ كيف بدي اطلع اسم الليبل؟ ببساطة انه بدي يكون في عندي هنا مصفوفة اسمها الكلاس نيم، وبعمل زي ما هو عامل هنا انه الكلاس نيمز اوف ترين ليبل اوف الزيرو زي هيك. فبالتالي هذا خليني اعملها هنا هذه انسخها زي هيك، بس بدي اسميها مسمى ثاني وبدي اسميها انه ليبل نيمز زي هيك. فبدي اطلع اسم الليبل هذا، فبصير بحكي انه ترين ليبل اوف الزيرو، هي كمان برضو اف الزيرو. ليش اثنين اوف الزيرو؟ لانه هذه عباره عن اري، اول واحده عباره عن الاندكس
تبع الكلاس ليبل بس محطوط، مش محطوط انه عنصر عادي، محطوط جوا ليست. فبالتالي بدي اجيب الليست لحالها، فبقول انه اوف الزيرو اوف الزيرو، فبطلع معي 6. الان الستة هذا بدي اجيب اسم الكلاس تبعه. ببساطة ممكن اقول انه الليبل نيمز اوف هذا الكلام، فبطلع انه هذا الكلاس عبارة عن فروغ ضفدع. بس شوية يعني، فبالتالي انه هاي الكود اللي بيظهر لي ال 25 صورة، فبالتالي بيظهر لي الليبل كتكست بهذه الكيفية، انه حط لي اياه كاكس ليبل. شوف كيف شكله حيطلع، هاي الصورة وتحتيها الليبل تبعها، هذا فروغ، هذا تراك، تراك دير، اوتوموبيل، وهكذا. تمام. طيب خلاص حملنا الداتا سيت، والداتا سيت جاهزة. تمام. طيب السي ان ان ايش بياخد؟ بياخد تنسور شيب. ايش هي الابعاد تبعته؟ الهايت والويذ، العرض، والكلر شانلز. كم قناة أنا عندي؟ القنوات تبعتي اللي هي RGB. تمام؟ فالصور تبعتي كلها عبارة عن 32 في 32. وكم قناة أنا عندي؟ 3. واضح عندكم الـ LCD؟ بهذا الشكل. فبالتالي هنا إيش عرفت؟ Sequential Model. رجعنا للكيراس والSequential Model. ضفنا اول لاير. ايش اللاير هذا؟ conf 2d. تمام. ايش السايز تبعه؟ 32. والاكتيفيشن تبعه ريلو. والانبوت شيب انه انا باخذ صوره 32 في 32 والكلر شانلز 3. ما دام في convolution لازم يكون في عندي بولينج وراء، يا اما افريج او ماكس، زي الوورد امبيدنج. ما دام في عندي وورد امبيدنج بده يكون في بولينج وراء. طيب هذه الطبقه الاولى. الطبقه الثانيه برضو كونف، وهيو في براها بولينج. هذه قديش الحجم تبعها؟ البولينج تبعها 2 و2، وهذه 2 و2، هذه 32، هذه 64. وفي عندي طبقه ثالثه. كيف؟ مش فاهمة ليش مش عامل فلاتر. لأنه هنا محدد انبوت شيب، يا اما بعمل انبوت شيب يا اما بعمل فلاتر. هنا 32 في 32 في 3. الطبقة الثانية هي وراها ماكس بولينج، هي الطبقة الثالثة. تمام. يفترض انه يكون في وراها دينس. تمام. بس هنا انه حيورجيني السمري تبعها. ف السمري ايش حيعطيني؟ كل واحدة ايش عدد البراميترز تبعتها؟ انه هاي طبقة الكونفولوشن هذه. تمام. لعندي 30 في 30 في 32 بيطلع عندي 896 بارامتر. البولينج تبعها 15 15 32، لانه حياخد 32 من هنا. تمام. وهي طبقة الكونف الثانية والبولينج اللي وراها، وهي الكونف الثالثة بدون بولينج. فبالتالي عدد البارامترز كلهم 256,000. في منهم ترينابل، في منهم مش ترينابل. لسه حيمر علينا موديلز انه حيكون جزء منه ترينابلز وجزء منه مش ترينابل. كيف؟ لا، لقيت انه احنا حنشوف في درس فيما بعد انه انا، وهذه شغلة كتير مهمة، لانه انه انا ابني شغلة من الصفر زي كأنه انا برجع بعيد اختراع العجلة. فلقيت في موديلز جاهزة من جوجل انا بدي استخدمها، بس بدي هي اوريدي مدربة، بس بدي ادربها على شغله سبيسيفيك.
تمام؟ فبالتالي زي الايمج نت، تمام؟ فبالتالي هاي الموديل اللي جاي من جوجل، تمام، بعمل فريز لهذا البارت، فبالتالي الويتس اللي هنا بدخلهاش للتدريب فبتصير نون ترينابل، وهذا الجزء بدربه على شغله سبيسيفيك زي هيك. يعني على سبيل المثال، لا هو اوريدي تريند انه يعني انه يصنف الاوبجكت انه هذه ازهار وهذه، يعني بصنف مثلا 150 كلاس. الاوتبوت اللي بتطلع لي اياه النتورك هذه البري تريند اللي من جوجل 150 كلاس، انا بدي اياها، انا لازمني 10 كلاسز بس، فاخليه 150 ولا اخليه انه يطلع لي 10؟ يطلع لي 10 ادق. فايش بسوي؟ هذا الجزء تبع الفيتشر اكستراكشن بجمده، والجزء اللي بيصنف لي انه بدل ما كان 10 بدل ما كان 150 صار يطلع لي 10، هذا بصير ترينابل. فعشان هيك هاي الشغلات حتمر علينا لاحقا، انه في شغلات حنعملها فريز فبتصير نون ترينابل وشغلات ترينابل، تمام؟ بالضبط. اه يعني في شغلات ممكن اجمدها، اي موديل ممكن اجمده، في شغلات انه تزداد الامور تعقيد ولا الامور تمام حلو ولا الامور صارت سباجيتي. في امل، احنا بنحكي انه الامور سباجيتي يعني الامور مشربكه مع بعض صارت، يعني لانه سباجيتي مشربكه. سباجيتي ولا ستريت الامور، تمام؟ كيف حسب الشيب حكيت هدول الصور ثابتات، انه هي انه الدايمنشن تبعهم 32 في 32 بكسل، 32 بكسل في 32 بكسل مع 3 شانلز بالضبط. فبالتالي هاي الانبوت شيب 32 في 2، يلاحظ انه كلهم نفس الحجم، هذا تقريبا 32 بكسل، يعني اللي انت لو شفته انه فعلا 32 بكسل. ف 32 في 32 اهلا وسهلا، في 3 شانلز، تمام؟ طيب حقيت الفلاتن هذا وينه؟ بعد الكونفولوشن وين؟ ارجع لك اياه وين؟ هنا هاي، شايف هذا الاوتبوت تبع الكونفولوشن، فرطنا عملناه فلاتن وهو حندخله على دنس نتورك. فعشان هيك هي كمالة النتورك هنا، انه ضفنا فلاتن وضفنا تو دنس لايرز، واحد كيف؟ كل اللي قبله كونفولوشن، عندي طبقتين كونفولوشن والطبقة الثالثة اللي هي حعمل منها فلاتن ادخلها على وين؟ على الدنس. وهنا 10، ليش 10؟ عدد كلاسز بالضبط، سوفت ماكس. هيك كمالة النتورك، نرجع نظهر السمري كمان مرة. فبظهر لي كل النتورك من أول وجديد، هاي الكونف الأول البولينج تبعها، الكونف الثاني البولينج تبعها، الكونف الثالث نجي مباشرة فلاتن دنس وهذا الأوتبوت. فبالتالي كم بارامتر أنا عندي؟ 122,000 بارامتر، 122,000 ويت بده يصير له اوبتمايزيشن خلال التريننج، تمام؟ الاوبتمايزر كالعاده ادم، واللوس سبارس كاتيجوريكال كروس انتروبي، لان انا عندي 10 كلاسز مالتيبل كلاسز، ومدام كلاسيفيكيشن اكيرسي. هنا بنعمل ترين بالفت، بنخزن الستبس تبعتي في الهيستوري، train images train labels لغاية 10 ايبوكس، وبنعمل validation على التست. فخليه يبدأ يعمل training، هاي اول ايبوك اخذ شوية وقت، الايبوك الواحدة بتاخد 16 ثانية، الـ
الاكيرسي طلعت معايا 44 في الاول انا. هذا الكونفولوشن سايز. نعم بالضبط. ليش لازم انه هو يغير؟ انه مش بالضرورة انه هو يغير. كيف؟ نعم. مش بالضرورة انه اللاير الاول طلع لك فيتشرز وانه انت تكمل استرجاع الفيتشرز ونستخدم كيرنل مختلف. مش بالضرورة، ممكن تستخدم نفس السايز، نفس الكيرنل سايز. نعم. لانه تخيل الكونفولوشن الاول ايش طلع لك؟ طلع لك الشيب زي هيك. تمام؟ وبعديها انت دخلت في الطبقة الثانية صار يطلع لك تفاصيل اكثر اللي هي العينين والرموش وزي هيك. الطبقة اللي وراها انه فبالتالي الكيرنال سايز مش بالضرورة انه يكون انه مختلف او يكون نفس الشيء. كل واحدة انه بتشتغل على انه هي بتستلم من الطبقة اللي قبليها من الكونفولوشن اللي قبليه. وب دكتور عمر ممكن انه انت تفتح معنا هذا النوت بوك تكتب تنسور فلو او جيت هاب سلاش تنسور فلو سلاش دوكس. تمام. بعد الدوكس تدخل على السايت على انجليش على توتوريالز على ايمجز بعديها سي ان ان. هاي المسار بعد الدوكس سايت انجليش توتوريالز ايمجز وبعديها هنا سي ان. كيف؟ بيطلع لك كتير. قصدك في الريبوزيتوري تبع الجيت في الريبوزيتوري تبع تنسر فلو جاب لك. ستين آخر حاجة والفاليديشن 70. ماشي بس الانيشال ويت انه هي ممكن تكون مختلفة فبالتالي انه ممكن انه يطلع ليش مختلف. وين في اي سل؟ هذا. نعم. 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 لكل للآر لحال والجي لحال والبي لحال. نعم. ليش هذه النمبرز انه بقدرش اعمل لك بقدرش اعملها جستيفيكيشن انه اتس يعني ترايل اند ايرور بس انه زي هيك. ليش مشكلة؟ لا انا عندي كم لا 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 هذه الشغلات مستحيلة. هذه السايز تبع النتورك ملهاش حل إلا زي ما احنا حكينا المرة الماضية انه انت بتعمل اشي صغير واشي كبير واشي وسط وبعديها بتعرف تبدأ انه انت وين تتحرك. اما انه انت تجرب مثلا 32 36 38 لا 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 مش فيزبل خالص.
زي يوم المبرمج العالمي هم مختارينه 256 عشان base of two يعني بس هاي الفكرة. بس هو عادة انه الفلتر سايز في الطبقة الثانية من الكونفولوشن انه بتكون اكتر لانه انت بدك تطلع فيتشرز ادق يعني عشان هيك انه هو مثلا انه هنا 32-64 ممكن تبدأ 16-32 شغلة زي هيك يعني بس هو شايف انه السايز طبعا نتورك هاي بالنسبة للديتا سيت انه بدأ 32-64 يبقى هذا حجم الفلتر وهذا حجم الكيرنل. الكيرنل هيو مثبت كله في الثلاثة بس هنا بدأ انه 64 وهنا ثبت. او ممكن تستخدمه نفس الاشي يعني انه انت تجربه انه هو يكون نفس يعني 64 64 64 يعني سعادة انه هذا الرقم بيكون اقل والطبقة اللي وراه بتكون انه اعلى لانه انت بدك تطلع فيتشرز يعني اعمل لي فلتر كمان اكتر عدد الفلترز بدها تزيد يعني نوعا ما. نعم عدد البيكسل قلت لك السايز انه 30 في 30. لا عدد هو عدد مجرد عدد الفلترز يعني بس ممكن تعمل بس الأسهل بالنسبة لك انه تغير هاي غير هاي حطه ابدأ 16 شوف ايش مزي يعني هاي 16 أصغر من حجم الصورة طيب هيك هذا هنا بلوت للهيستوري هنا الفاليديشن انه بدا انه اعلى من من الترين اكيوريسي تمام بس بعد هيك انه الترين اكيوريسي انه صار اعلى يعني هنا واضح انه خلص داخل في منطقه استقرار انه خلص يفترض انه بعد ايبوك معينه انه بعد هاي انه بدا ينزل زي هيك انه خلاص بعد الثامنه انه خلاص يفترض انه ستوب وهي 70 تمام فهو بحكي هنا انه احنا حصلنا 70 انه not bad اللي احنا سوينا ايش سوينا ضفنا 2 convolutions وحصلنا 70 لو هذا الكلام بدي اعمله بالدنس لوحده ولا 30 بحصلها بقدر يعني حيكون اعمى مش شايف حاجة فعليا بالضبط مش هيقدر يعني انت بتدي له رو بيكسلز مش هيقدر انه هي يتصرف معاها خالص هو يبدو انه انت لازم تبدا من يعني الفلترز انه لها علاقه بالحجم تبعت الصوره نعم عشان تتعرفي على النصوص ليش عشان OCR يعني OCR Optical Character Recognition
صحيح، هذا الكلام احنا حنشوفه انه احنا حنطبق سي ان ان على الديجيت ريكوجنيشن. كان في عنا النتيجة قديش كانت؟ في حدا فاكر؟ كانت في بداية التسعينات، ممكن نوديها لآخر التسعينات باستخدام السي ان ان. هو هي بسيطة وجري سكيل، بس هنا باستخدام السي ان ان صار في انا عندي يعني زي فيتشرز انه يعني صار يتعامل مع يعني منحنيات او شغلة زي هيك، يعني زي ما اجي انا اقول انه انا عندي انه التسعة عادة بيكون هي عبارة عن دائرة وفيها زي هيك، انه فبالتالي انه صار يتعامل معها كخطوط اشكال هندسية، فبالتالي انه الفيتشرز افضل ما انه يتعامل معها كبيكسلز، البيكسل هذا ضاوي او طافي. بغرض الـ OCR؟ لا، ممكن OCR Optical Character Recognition، انه الهدف انه انا احول انه هذه التكس هذا اللي انا بكتبه هلو زي هيك انه يطلع نص يتعرف عليه انه نص مطبوع هلو. فالوظيفة انه هاي الصورة هذا Input، والOutput عبارة عن ايش؟ عبارة عن بالضبط زي هيك يتعرف عليها كCharacters. فهاي السي ان ان اكيد بطبيعه الحال بتفيدها، لانه الاحرف هدول في النهايه عباره عن اشكال هندسيه والشيء بيفيد كتير، فممكن انه استخدمها لصور فيها نصوص بحيث انه هو يتعرف على النصوص هاي. ممكن انه احنا نجرب ممكن ننزل الآن. ماشي. أوكي. هذا الاكزامبل يعني حدثوه قبل 6 ايام، ف كثير اكتف في الابديت. ف اوكي، هذا ممكن نفتحه ك نقول من التنس من الكولاب. ادي له اليو ار ال هذا هنا،
نفتح هذا الكلاسيفيكيشن وهذا خليه يكمل تريننج وممكن نطلع بريك الآن. طيب هي حتى احنا لو زودنا يعني الايبوكس لعشرين خلاص هي بعد الايبوك الثامنة تقريبا انه خلاص انه فبالتالي انه هاي الاكيوريسي انه صارت 69 حتى قلت انه 1% يعني اكيوريسي عالم هي هذه صار فيها ثبات ونص حتى أقل الآن حاجة. طيب حطيت 20 إبوك. أنا عارف إنه هي مش حتتحسن لأنه واضح إنه خلاص إنه هو مستقر بس إنه أنا حبيت إنه أنا أشوف يعني بس ف الاكيرسي هي يعني تقريبا انه قلت 1% مش هالشيء الكتير يعني هاي صارت 69 كانت قبل 70 تمام. بس هنا البلوت انه واضح انه انا في عندي استقرار في الفاليديشن اكيرسي تمام والاكيرسي تبعت التريننج عمالها بتزيد دخلت في منطقه اوفر فيتنج فبالتالي انه خلاص يفترض انه يكون في عندي توقف في منطقه مبكره يعني او في ايبوك مبكره. ايش يعني تو اوبجكت؟ تو اوبجكت في نفس الصوره اي واحد هو يعني في بسميه سيارات وفي حيوانات كمان في حيوان وسياره. اكيد احنا في التاسك هذه انه زي ما احنا شفنا هنا انه هذه بده يكون في عندك انه detection ل several objects في البيكتشر فبالتالي انه معلم لك هذا انه هو عباره عن بوك وهذا عباره عن الدب وهذا عباره عن كتاب. نعم انا التاسك انه ممكن يكون كلاسيفيكيشن عادي او كلاسيفيكيشن مع لوكاليزيشن انه يحدد لك المنطقه وين اللي هو عملها detection انه هذا هو الكلاس بالاضافه ل detection انه هذه بدها تكون RCNN تمام. طبعا بطبيعة الحال انا في عندي في الكونفولوشن اكثر من اركيتكتشر حتسمعها وحتمر عليك كثير فبالتالي انت بدك تعرف ايش هي فبدك تروح هنا ونعمل سيرش على كونفولوشن نجرب CNN هاي في عندي لونت ألكسنت في جي جي والفي جي جي بالفاريشنز تبعتها في عندي في جي جي 16 في عندي 19 في عندي 32 وفي عندي جوجل نت وفي عندي الريز نت. ايش الفرق بين هدول؟ كل واحدة عبارة عن وصفة انه يعني ترتيب معين من الكونفولوشنز يعني لونت 5 هذه ظهرت في 98 هاي الاركيتكشر تبعتها في عندك زي اف نت 2013 انه ترتيب اللييرز الجوجل نت اللي هي ظهرت في 2014 اسمها كذلك انه هي انسبشن تمام. فهي رسم لك الرسمه شايف قديش انه هي معقده شايف هدول هنا في انت عندك في عندك في عندك هنا الكونفولوشن بولينج سوفت ماكس اذرز هنا حسب الالوان البلون الازرق convolution احمر pooling الاخضر soft max فبالتالي هاي النتورك تبعتها هذه تقريبا انه يعني
قعدت في جوجل في الباورفول ماشين او في الداتا سنتر تبعها تعمل تريننج 3 أسابيع تمام على ملايين الصور، مش عارف قديش اكم مليون صورة تمام. فهذه برضو واحدة تانية في جي جي ظهرت في 2014 والترتيب تبعها شايف زي كيف انه كونفولوشن واحد كونفولوشن اثنين بعديها بولينج، ترتيب مختلف يعني حط اثنين كونفولوشن بعديها بولينج، مش كونفولوشن بولينج كونفولوشن بولينج، حط اثنين كونفولوشن بعديها واحدة بولينج، اثنين كونفولوشن بعديها واحدة بولينج. واضحة الرسمة؟ تنتين convolution واحدة بولينج، تنتين واحدة هنا، ثلاثة واحدة، ثلاثة واحدة، وهكذا تمام. الريزنت برضو architecture مختلفة، فبالتالي هنا بيحاول انه يعني في تاسك معينة انه يقارن بين هدول كلهم. طبعا الانسبشنز فيها فيرجن، الانسبشن هذه حصلت اعلى accuracy، طبعا طبيعة الحال انه بتعتمد حسب الابليكيشن، لانه كل واحدة انه هي عبارة عن pre-trained وانه ممكن انه احنا نستخدمها. هجيت في الكاجل هنا هذه في التنسر فلو بروجرامينج، انه لو اطلعت على الكيرنل هاي بس بطلب مني انه انا استخدم واحدة من النتوركس هدول لبري تريند بطبيعة الحال، واستخدمها انه انا اعمل كلاسيفيكيشن لايميج واحسب الاكيرسي يعني بس زي هيك. فبالتالي هاي الايميجز باث انه هيها موجودة هنا. اه في مودلز في جوجل انه هي جاهزه ممكن انه انت تستخدمها يعني. فبالتالي انت لو بدك تفكر لقدام انه انت ممكن تعمل تطبيقات على الاندرويد او على الاي او اس انه تستخدم فيها البري تريند مودلز، ما فيش داعي انه انت تعمل تريننج. فبالتالي انه انت بتستخدمها في تطبيقات، يعني انت لازمك في تطبيق اندرويد انه انت مثلا تعمل ريكوجنيشن لشغله معينه انه فلاور ولا مش فلاور، ولا هوت دوغ ولا مش هوت دوغ، زي هذا التطبيق. ذاكرين لما حكيت لكم انه اول تطبيق انه نعمل في جوجل انه كان انه عامله موديل انه يتعرف هوت دوغ ولا مش هوت دوغ، فبالتالي انه بسط المشكله، فبالتالي انه هو مطلوب منه كان يتعرف على كل الاكلات، فهو الاسلوب تبعه كان فريد من نوعه. الانجينير او الداتا ساينتست اللي كان موجود هناك الاسلوب تبعه كان انه مطلوب بيعمل موديل يتعرف على كل الاكلات او كل الفود، فهو قال اوكي ماشي ببدا خطوه خطوه، فعمل لهم اول موديل. اول موديل ايش كان يتعرف؟ انه هذا الفود انه هو الدوغ ولا لا. فبالتالي اعتبر الصوره تبعت الهوت دوغ انه هذه 1 وبقيه الفود كله 0 زي هيك. فبالتالي اذا هو نجح معناه انه هو بيقدر انه هو يكمل. فكان انه جاب لهم انه بالصوره زي هيك، صور زي هيك انه هذا هوت دوغ ماشي اوكي ممتاز. المفاجاه كانت لما انه جاب همبرجر تمام وصور بقول له نت هوت دوغ، ف ايش هذا اللي انت عامله؟ فحكى لهم انه هي الاسلوب تبعي انه زي هيك، ومشيت الامور. وزي ما انتم شايفين انه هيو جوجلز انه بتطلع اصدارات لبري تريند موديل. لا 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 عادي، يعني انه بتقدر تقول عليها انه هي ليفل انه بس ايميج بروسيسنج. لا 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 لا. طيب ايش شايف انت عندك هنا في الكود؟ انا ايش اللي فتحته هنا؟ فتحت هذا الاكسرسايز اللي هو تنسر فلو بروجرامينج. ايش فتحت؟ انه هاي انت عندك هنا في البدايه انه الايمج باثز انه موجوده هي في هذا المسار، وهنا عمل جوين للدايركتوري مع الفايل نيم تمام. تمام، وهنا لاحظ معايا from TensorFlow Keras applications ResNet 50
يبقى كل اللي بتلاقيه في هاي الباكيج هي عبارة عن pre-trained models. فهذا لو فتحته زي هيك شفت الدوكيومنتيشن ايش انا في عندي؟ بتقدر تشتغل عليه أوفلاين، هي بتقدر تنزل الويتس وكل الأمور هذه بتشتغل عليه أوفلاين، يعني إنه تحفظيه على الكلاود كيف يعني؟ آه أنت بتنزل الموديل إنه هي بتنزل الويتس كيف؟ مش سامع إنه أنا لما أنزل التنسر فلو هو أصلاً موجود في هاي الباكج، فبالتالي إنه زي الداتا سيت انه بعمل لود للداتا سيت بعملها داونلود، وهنا نفس الاشي الموديل اول مره بستخدمه بروح بعمل له داونلود للويتس وخلص بصير انه عندي موجود في الجهاز لوكالي. بري تريند اللي هو اللي حكينا عنه. نعم آه هجيت أنا هيني فتحت صفحة بس بستنى الـ LCD البروجيكتور إنه يفتح معاك حورجي لك إيش هما كلهم. CNN نعم CNN لا في منها classification فيها في منها object detection. طيب في الصفحة هاي هنا بشرح لك إنه أنا عملت سيرش هنا في تنسور فلو على TF Keras applications هذه هي الباكج. لو انت كتبت TF Keras applications يعني دخلتها في TensorFlow documentation بيجيب لك اياها. ايش فينا عندي؟ في عندي هنا DenseNet، في عندي ImageNet Util، في عندي Inception ResNet version 2 Inception version 3 زي اللي احنا شفناهم هنا، زي اللي شفناهم وين هنا هايهم هدول كلهم مسمياتهم كلهم والفرق بين الاركتكتشرز تبعتهم. ف موبي نت او موبايل نت، موبايل نت فيرجن 2، ناز نت، ريز نت، ريز نت 50، ريز نت فيرجن 2، في جي جي 16، في جي جي 19 اكسبشن. تمام، فهدول كلهم عباره عن بري تريند موديل ان انا ممكن استخدمهم. هدول موجودين في الدوكيومنتيشن تبع تنسور فلو، كذلك موجودين في الدوكيومنتيشن تبع كيراس، انه هاي هم الليست هاي، هدول كلهم بري تريند. فبالتالي انه مجرد انه نعمل امبورت لهاي الباكج زي ما احنا شفنا هنا في الكود هايو from تنسور فلو كيراس applications import ResNet، خلص هذا بري تريند موديل ممكن انه نستخدمه بشكل جاهز انه نعمل classification للايمج. تمام، طيب هجيت هنا ماي موديل لما اجي انا احمله هيو ريزنت 50 الويتس بتساوي هاي المسار تبعها، ايش الامتداد تبعه؟ H5. طبعا الويتس عادة بيكون الامتداد تبعها H5، يعني هي عبارة عن يعني فورمات للويتس انه ممكن انه تكون الويت مخزنة هنا فبعملها لود. فهذه التست ايمج هنا بعمل read و prepare لإلها، وهنا بعملها prediction، وهنا بروح بيطلع لي إنه top 3 classes. فهذه لو شغلناها زي هيك أنا ما عملتش training، هذا pre-trained model وباجي بحمله. تمام، لسه بشتغل قاعد بعمل load للweights هيو done. هنا بدي اعمل فيجوالايز للبريدكشن. لاحظوا انا في الكود هنا ايش عرضت؟ توب 3. ايش التوب 3 هذا؟ انه بعرض لي انه الاكله هذه يعني هذه الصوره ايش اكثر ثلاث اكلات ممكن تكون. فبالتالي هاي الفيجوالايزيشن تبعها هاي
هذه الرسمة عبارة عن إيش؟ الصورة هوت دوك. تمام؟ قديش النوع البريدكشن؟ 87. كينج كراب 0.6. تشيز برجر كانت إنه 6 من 1000. فبالتالي الموست بروبابل أنا عندي الهوت دوك زي ما هو واضح في الرسمة، وهي فعلا زي هيك. هذه الرسمة الثانية هوت دوك برضو نفس الفكرة، هي هوت دوك 96، تشيز برجر 2 من 1000، و باريوتو 7 من 10,000. يعني انه يعني فالموست بروبابل هي عبارة عن هوت دوك. هذا اشي مختلف، تعرف عنه انه بليت 79، 7 من 1000، هوت دوك 5 من 1000. فبالتالي انه مش عارف اصلا اذا كانت الرسمة هذه صحيحة او لا يعني. فهنا التوب 3 لكل رسمة. هنا كم عرضنا رسمة في اللوب، هاي الكود انه فيجواليز بريدكشن فور اي ان ايمجز. كم ايمج انا عندي؟ عندي تقريبا 10 ايمجز، انا مش عارف قديش عددها. فهذه اخر واحدة. اخر واحدة هذه اكلات عجيبة غريبة، انا مش عارف ايش هي اصلا يعني. شو؟ كيف؟ هذا افوكادو؟ انت بتجزم انه هو افوكادو؟ فيش الافوكاد مش ولا واحدة منهم هذول. لا اسمه افوكاد، افوكاد. ايش هو؟ هاي هنشوف ايش هو. افوكاد مزبوط. انت الموديل تبعك يعني اكيوريت. الافوكاد اللي في السوق مش مزبوطة بيقول لك. طيب واحنا كويس ان احنا اخذنا هاي الشغلة بعد البريك يعني. طيب هجيت احنا عملنا دي كود، وايش صار يطلع لي؟ زي ما احنا شفنا انه هاي كل واحدة وقديش البروبابيليتي تبعتها. فكان طالب مني هنا مس مجرد الاكسرسايز هذا اكتب فانكشن انه از هيد دوغ ولا لا، انه هي في الاخير انه بترجع الاوتبوت تبعي انه هل هو ترو او فولس، بس يعني مش انه اعمل تريننج او اشي من هذا القبيل. فالاكسرسايزز تبعت الكاجل فيش فيها تريننج، يعني معظمها تبعت الديب ليرنينج او خاصة في الكمبيوتر فيجن، انه يعني مجرد انه انت بتستخدم بري تريند موديل وتستخدمها تحسب الاكيوريسي تبعتها، انه بس من هذا القبيل يعني. نعم، يعني انت مثلا على سبيل المثال عندك انسبشن او يعني هاي فيرجن 3، الريزنت او الموبايل، هاي في عندك موبايل نت وفي عندك موبايل نت فيرجن 2. فبالتالي كل تنسر فلو او كيراس نسخة جديدة بتنزل انه بيكون اذا كان في ابديت لهم انه بيكون موجود يعني. انا قصدي الترين لا بشكل معين جديد يعني صار بشكل او انضربت عليه وما بتحذروش. صحيح، بس الداتا سيت يعني انه هي يعني الكفرج تبعها كتير كويس، يعني الداتا سنتر تبع جوجل ضلوا 3 اسابيع، فلك ان تتخيل قديش الماشينز تبعتهم باورفول وضلوا 3 اسابيع في التريننج، والداتا سيت انه كتير هيوج.
الان لو انت بتحكي زي ما انت بتحكي انه هم عملوا انكلود لداتا ست ثانيه او شغله زي هيك، يفترض انه يطلعوه بس بفيرجن مختلفه يعني. نعم نعم. لكن لو يضيفوا عليه مثلا ملوخيه مثلا اكيد مش هم ممكن مش عارف مش عارف اذا كانت موجوده او لا يعني. قصدي هل عندنا ترجع عليه للقدام بس هو 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 الاوبشن الامثل للفود ديكشن حقيقة. انت ممكن تعمل له انه تستخدم بري تريند موديل وتعمل حاجه اسمها ترانسفير ليرنينج. ايش الترانسفير ليرنينج؟ انه انت بتاخذ بري تريند موديل وتستفيد من الفيتشر اكستراكشن اللي موجوده عنده كل الطبقات هذه انه هي يعني تريند وانه وصلت للاوبتيمال، وتصير تدربه على الكاتيجوريز الجديده تبعتك. ترانسفير ليرنينج في عندي حاجتين فيها ترانسفير، في عندي ستايل ترانسفير وفي ترانسفير ليرنينج. الستايل ترانسفير مختلف، حاجه مختلفه تماما. يعني الستايل ترانسفير انه زي هيك انه ايش عندك، عندك هاي صورة هاي الكونتنت سي وعندك ستايل اس. كيف؟ يعني لا ما اخذناهاش كمثال، انا يعني شرحتها ككونسبت يعني بقى. فبالتالي انه المطلوب انه الكونتنت انه تاخذ هذا الستايل، شايف كيف؟ هذا اسمه ستايل ترانسفير. هذه تاسك ستايل ترانسفير. اما الـ learning transfer هي موجود هنا في selected keyRAS. اسمه transfer learning. نعم. حاجات للترانسفير ليرنينج ايش الفكره تبعته؟ انه انت بتاخد بري تريند موديل من جوجل، تمام، وبتعمل فريز لكل النتورك لغايه يعني طبقه معينه في الكونفولوشن بتستخدمها زي ما هي، لانه استخدموها في فيتشر اكستراكشن لكثير من الصور، فبالتالي خليها زي ما هي تستفيد منها في الفيتشر اكستراكشن، وبس بتعمل فري او بتحرر الدنس لايرز عشان انه انت تعملها ترين انه تستفيد منها في تصنيف الكاتيجوريز تبعتك. نعم في وصفه. نعم ترين موديل في اي موجود ايش الترين؟ مش فاهم. قصدك البري تريند موديل انه ايش فيه موجود؟ هل وصل لمرحله انه بدا يعمل كثير من التاسكس بس باستخدام التريند موديل؟ انا مش قادر افهم سؤالك. احنا حكينا في تريند موديل لجوجل على الايمج ديتكشن، على الاوبجكت ديتكشن. نعم. او على الفود ديتكشن. على الفود واحده منهم الفود، واحده ثانيه في عندك فلاورز، واحده ثالثه انه يعني 10 كلاسز زي ما احنا شفنا، يعني حسب يعني حسب. بس غير ترين موديل ما بتحس كل شكل الموديل تنطلق بالشغل يعني. اكيد بطبيعه الحال اكيد، عشان هيك الترانسفير ليرنينج انه وصفه كتير ممتازه انه انت تستخدمها عشان انه انت يعني تستعين بمودلز اوريدي بري تريند وتعملها تونينج للكلاسز تبعتك. نعم. يعني انسبشن فيرجن 3 هذا بري تريند على الايمج نت، هذه عباره عن داتا سيت
تمام الداتا فورمات تبعه channel height width. هذه المعلومات كتير مهمة. قبل شوية مر علينا channel ال ترتيب البراميترز الهايت والويد وبعديها للشانل، لكن هنا الفورمات تبعه انه للشانل فيرست، انه انا بحط الشانل بعديها الهايت والويد. تمام. والانبوت سايز انا عندي 299 في 200 يعني 300 في 300 تقريبا. فبالتالي اي صوره بدي اعملها فيد لهذا الموديل لازم اعملها سكيل لهذا الحجم. يعني هاي معلومات عنه. يعني هنا انا سويت انه بس مجرد انه عملت كليك على الريسبشن فيرجن 3، هي معلومات عنه انه انت كيف ترتيب البارامترز بالاضافه للسايز تبعت الايمج. الريز نت فيها تفاصيل كتير، عندي 50 101 152 50 فيرجن 2 101 فيرجن 2، فهذه مودلز كتيرة برضو بري تريند على الايمج نت. الايمج نت هاي كداتا سيت هي عبارة عن بروجكت ايمج نت بروجكت از ا لارج فيجوال داتا بيز ديزاين فور فيجوال اوبجكت ريكوجنيشن. هاي اللينك تبعها فيها زي ما انت شايف يعني شغلات كتيرة انه ايش الكلاسز تبعتها. تمام. فخلينا نعمل انه ناخذ وصفات انه احنا كيف نبني مودلز بانفسنا باستخدام السي ان ان، وبعديها نرجع هنا على الكاجل انه احنا نشوف كيف نستخدم بري تريند موديل ونحسب لها اكيورسي، يعني انه كاكسرسايز مفيد. فاحنا كنا وين؟ احنا كنا انه انا فتحت هذا الاكسرسايز. الاكسرسايز هذا اذا انت ما كنتش عارف وين مكانه، هيو هنا في نفس المكان تنسر فلو دوكس سايت انجلش توتوريالز ايمجز هاي كلاسيفيكيشن، هاي فتحته بالكولاب. بدي اخذ منه نسخه هذه للكاتس والدوكس، خليني اخذ منه نسخه وهذا خلينا نرجع للتريننج تبعه لعشرة. تفتح معايا هذا الاكسرسايز لو سمحت. العنوان الثاني انه احنا في نفس المكان هنا في ايمجز، احنا فتحنا هذا بدنا نفتح هذا. افتحوا بالكولاب. كيف تفتحوا بالكولاب؟ الان يعني حورجي لك كيف، انه مجرد انه انت هنا لما تفتح نسخة جديدة في الكولاب افتحوا هيك كولاب، بتقول له انه انا بدي افتح من الجيت هاب، وبتحط اليو ار ال تبعه هنا بهذا الشكل. بعد ما افتحها
لانه انا ايش كنت اسوي؟ كنت انه لا مش اعدل على الاصلي، كنت انه احاول افتحها زي هيك ما قدرتش تعمل لود، يعني انه هنا كان يطوق هيك عملت لود، انا ما كانش خلص اضغط هنا ران ان كولاب وبعديها بتعمل كابي. كيف اسمه ايمج وبعديها سلاش كلاسيفيكيشن. تمام هذا بعمل له سيف. بعمل له داونلود عشان احط لكم اياه على الجيت هاب. طيب بعد ما تاخذ منه نسخه على الدرايف بس يعمل له رينيم وحط له هنا CNL underscore، وهنا في الران تايم بتشيل التشيك هاي عشان يحفظ عندك الاوتبوت. تمام طيب في هذا الموديل بدنا نتعلم كيف نعمل كلاسيفاي لكاتس، للصور انه تكون كاتس او دوغ من ايمجز. تمام طبعا هنستخدم السيكوانشال موديل كالعادة لأنه بيتيح لي الإمكانية أنه كل أضيف طبقات وأحدد النوع تبعها، أنه convolution مطبوعة بكذا كذا طبقة convolution بعديها الدنس زي هيك. تمام هنستخدم هنا شغلة جديدة أنه إحنا هنتعلم أو نتعلم نستخدم TF Keras Pre-Processing Image Data Generator. هنستخدم هذا الكلاس عشان انه بشكل فعال انه احنا نتعامل مع الداتا انه على الديسك. كذلك هنا كيف انه احنا نشوف اذا كان في عندي اوفر فيتنج او لا، وهنا في عندي موضوع الداتا اوجمنتيشن والدروب اوت. تمام ايش مفهوم الداتا اوجمنتيشن؟ مفهوم الداتا اوجمنتيشن انه احنا بسبب كان انه انا عندي اوفر فيتنج، فحنشوف كيف انه احنا ممكن نكبر البيانات انا عندي. طيب اول حاجه حنعملها حنحمل الداتا سيت ونفهمها، وبعديها حنعمل البايبلاين، بعديها حنبني الموديل نعمل له ترين نعمل له تيست، بعدها هنعمل امبروف ونكرر العملية هذه لغاية لما نصل لنتائج مرضية بالنسبة لنا. طيب نعمل امبورت للباكيجز، وهنا بنحدد نسخة تنسور فلو فيرجن 2، وهنا بنكمل بقية الامبورت. وهنا بحمل البيانات، البيانات هنا موجودة على URL هاي. هاي المسار تبعها cats and dogs filtered ملف مضغوط. تمام؟ فبالتالي حنعمل git لهذا الفايل وحنتعامل معاه وهو مضغوط، يعني في عنده القدرة انه احنا نتعامل معاه وهو مضغوط. كيف؟ هذا الجيت انه عم نعمله داونلود، وهنا الباث انه احنا حددنا انه عملنا جوين للملف هذا وين موجود على الديسك بالاضافه لاسم الملف. كيف؟ لا 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 ابدا، هاي الباث هطبع لك اياه.
يعني هو فعليا عمل داونلود مش في يعني انت لما تعمل هنا الاس الهوم دايركتوري تبعك هنا خلينا انفذ الكوماند هذا الاس انت فعليا هنا انه في عندك سامبل داتا لكن انت وين موجود سلاش روت سلاش دوت كيراس داتا سيت كانت ات دوكس يعني فلتر فبالتالي انه احنا بدنا نجيب هذا المسار كله فبالتالي هنا بنعمل جوين للدايركتوري نيم والباث تو زد اي بي بالاضافه لاسم الملف بس لا اكثر ولا اقل لانه انا فعليا انا المجلد الحالي اللي موجود فيه البيانات هي سامبل داتا مش الروت فبدك تجيب المسار كامل انه بنعمل جوين ل os.path.join بنجيب المسار تمام وبنضيف له اسم الملف اسم الملف نعم يعني هذا المسار هذا الباث تو زد بي زد اي بي انه وين المسار اللي عمل فيه داونلود فبالتالي انه تعمل جوين بينه وبين اسم الملف بهذا الشكل وين الاكستراكشن بالضبط هو فعليا عمل له انفليشن فكه فبالتالي هذا المسار انت لو بدك تشوفه ببساطه بنعمل زي هيك فين عندي train validation victorize.by فعبارة عن كود بيعمل لي victorization للداتا فبالتالي هاي شرح لي هذا الكلام انه ايش الستركشر عندي في عندي مجلد للترين تمام في الكلاس كاتس وفي الصور تبعت الكاتس الفولدر يعني لكل كلاس في فولدر والفاليديشن برضو نفس الفكرة فهنا عندك كات 0 كات 1 كات 2 الى اي ابسوليوت احنا بدنا نصل للباث هذا كله بالكامل فبالتالي حيكون هذا الباث هذا زائد اسم الفايل بعد ما تضيف اللي هو train slash cat فهنا هيا وعمل join كمان مرة train directory فعمل join للباث مع الترين ايش فايدة الجوين يا جماعة؟ يعني هذا الكلام احنا ممكن انه احنا نسويه ببساطة في البايثون انه انا اقول زي هيك انه الترين دايركتوري بتساوي الباث زائد سلاش زائد ترين بين كوتيشن صح؟ بس انت ايش بتستخدم هنا OS path فبالتالي كانت السلاش تبعتك هيك ولا هيك انت بتشيل بتريح راسك من القضية هذه بس هاي كل الموضوع تمام شوية تفاصيل في البايثون يعني حاجة بسيطة خالص تمام فبالتالي هذه مش محبذ ان انا استخدمها لانه هذه بلاتفورم ديبندنت فبدك انت كود اندبندنت فبتستخدم OS path join فبالتالي الباكج هذه OS path join تروح تعمل لك join لتو دايركتوريز وبتستخدم السلاش المناسبه سواء هيك او هيك forward slash او backward slash forward slash او back slash اسمها تمام وهنا برضو join لمين؟ لترين كات ايش ضفنا؟ ضفنا هاي لترين دايركتوري وايش ضفنا عليه؟ مجلد جديد كات وهنا دوغ ونفس الاشي بالنسبة للفاليديشن تمام الامور كده؟ لا 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 انا بس مجرد انه انا عملت سيت اب للباثز للكات في الترين والكات في الفاليديشن وال بالضبط بالضبط
بالضبط. شوف هذا هاي هيعمل لك المسار كامل. هو root keras dataset cats and dog filtered train cats. جبنا المسار هيك كامل بالجوين. كل مرة بنعمل جوين 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 لغاية لما إنه تمام. طيب كيف بدنا نعرف عدد الكاتس؟ بدنا نشوف عدد الفايلز. في عندي في البايثون حاجة اسمها OS List DIR. الليست دي اي ار بترجع لي لستة بكل الملفات والمجلدات الموجودة في هذا المجلد. ايش بسوي؟ بقيس اللين تبعها. تمام؟ يعني هذا الكلام هاي حورجي لك اياه هنا زي كده، واقول لك انه انا بديش اياهم كلهم، بدي اول 10. شايف كيف؟ تمام؟ فبدك تجيب عددهم كلهم. فمنجيب OS List DIR، بنديله هذا المسار وبنعمل لين، وهنا لين، وهنا نفس الاشي، هذا للترين TR والفاليديشن فال. وبعديها يفترض انه بطبع هذا الكلام، يبقى التوتال ترين بتساوي اللي هو الكاتس في الترينينج والدوغز في الترينينج، والتوتال فال الكاتس في الفاليديشن والدوغز في الفاليديشن. هذا الكلام احنا ممكن نطبعه زي هيك as tuple بدل ما استخدم print، فبجيب انه 2000 و1000، يبقى التوتال ترينينج 2000 والتوتال فاليديشن 1000. تمام يا جماعة؟ هيو اوريدي عاملهم طبعة هنا يعني برضو 1000 1000 500 500، وبالتالي المحصل انا عندي 2000 و1000. هو مقصوده انه تكون مش كافية عشان نعمل augmentation. إذا متذكر أول ما بدينا هنا كانت من الشغلات اللي إحنا بدنا نتعلمها إنه إحنا كيف نعمل build للموديل، ونشوف إنه أنا في عندي فعلاً overfitting، ونروح باتجاه إنه نعمل data augmentation، نكبر البيانات. كيف بدنا نكبرها؟ بدنا نجيب ما هو data augmentation إيش بيسوي؟ مثلا كلاسيفيكيشن لحاجه مش موجوده بالتريننج. نعم. بدي اجمع ما بيكفي اكثر من ما بيكفي. يعني مثلا بدي اعمل انا لانواع الاجهزه اللابتوبات بدي لكل تايب اكثر من ابسط. ماشي، ما هو هذه هذا الداتا سيت هذه ما بتكفي للتريننج، ما بتبني ما بتكفي انه انت تبني الها او يعني تستخدم السي ان ان عشان انه انت تعمل كلاسيفيكيشن موديل. فعشان هيك هنا احنا ايش حنسوي؟ حنعمل داتا اوجمنتيشن. ايش هو الداتا اوجمنتيشن؟ مش سينتاكتيك بمعنى انه هي فيك، انه حنعمل انه الكات هذه بدل ما انه هي انه الموجوده الخلفيه تبعتها كذا، بنروح انه نفس الكات بس بنغير الخلفيه. صار في عندي ريكورد جديد في التريننج طبعا، صار وانت عارف الليبل. تمام بالضبط، الله ينور عليك. الكات بدل ما انه هي بتطلع زي هيك، انت بتعمل انه فليب للصوره، فبتصير انه زي هاي. صار في عندك انستانس ثاني، فبالتالي بتطبق هاي الاوبريشنز، بصير في عندك داتا اوجمنتيشن، فبالتالي بتكبر البيانات عشان نتخلص من الاوفر فيتنج، يعني نستخدمها في التريننج. تمام؟ كيف بدنا نعمل اوجمنتيشن لايش؟ للستراكشر داتا، انه في عندي اسلوب الريبيت، انه هي نفسها بكررها. بس يا دكتور لما بنحط على الريبيت دائما بيكون الريبيت مشكله في الداتا،
عقيد الريدندنت داتا هي في حد ذاتها انه يستحسن ان احنا نشيلها، هذا الكلام بالعموم، ولكن في حال انه انا في عندي ندرة في البيانات لا، هذه ممكن انه هي تكون احد الحلول، واحد الحلول اللي وايدلي ابلايد يعني معروف دي اسلوب الريبيتيشن. هذا اسلوب الريبيتيشن بكرره زي ما هو. في اسلوب تاني انه بروح مثلا باخد الاشياء اللي بتشبه بعض تمام، وبعمل جنريشن لاشياء بتشبهها. فانتو الداتا سيت تبعت المطاعم، فبالتالي انه انا بروح مطعم بعمل مطعم قريب ونفس الكلاس، والربح تبعه ممكن يكون بلس ماينس شويه يعني مثلا، فبالتالي هنا بيكون في عندي ريكورد ثاني مختلف ولكن انه قريب من الريكورد الاولاني. ف ممكن زي هيك، بس ستاندرد ديفيشن مثلا لكلاس واحد، يعني مثلا على سبيل المثال انه الفود كورت في منطقة معينة، شوف قديش البلس الماينس تبعها تمام، وبتعمل اوجمنتيشن بناء عليه. اما بلس ماينس او الستاندرد ديفيشن لكل الداتا سيت لا، ممكن تكون اشي الداتا سيت انه مش ريليفنت حتكون اللي بتعملها جنريشن. انت ممكن تمسك فيتشر هذا كلام انت ممكن تسوه تمام، ممكن تمسك فيتشر بتروح انت بتعمل سجل مطابق تماما لنفس لسجل معين، وبس بتغير في فيتشر انه قيمه قريبه. انت عندك ندره في كل الكلاسز، يعني انت شفت الفود كورت كم واحد عندك، هم كلهم 137، فبالتالي كليتهم بالعشرات او حتى اقل يمكن كمان. لا، انت الريكورد اللي انت بتغيره بتغيير قليل في البيانات انه مش بيغير ديستريبيوشن. صحيح. لا، انا بعتبر انه والله السامبل داتا سيت هذه ال 137 بعتبرهم ريبريزنتيتيف، فبالتالي لو عملت جنريشن لبيانات حواليهم انه لا مش حتنقلب الدنيا، لا انه انا صار في عندي انه داتا سيت يعني قريبه من الداتا سيت الاصليه. ماشي ماشي ماشي، انت بتجرب بس استوعبت النقطه او انه مقتنع فيها؟ بس النقطة اللي أنا حكيتها إنه أجيب الديستريبيوشن وأعمل منه سامبل، أجيب منه 5000 سجل وأوزعهم تحت. 5000 من وين؟ من الديستريبيوشن تاع الفاريبل. جنريشن ل 5000. أجيب مثلا برنولي ديستريبيوشن، واحد من الفيتشرز كان برنولي بيمثله، أجيب المتوسط تاعه وأعمل كريشن ديستريبيوشن فانكشن وأطلع من السامبل. وما أدراك أنه برنولي؟ الشكل تبعه خمنت انه هو برنولي. قديش عمل جنريشن لقديش؟ طيب يعني انتم ما جربتوش الريبيت؟ لا في هاي حل. هي الريدندنت داتا في الداتا ساينس انه ماشي انه احنا بنشيلها انه مش كويسه، ولكن في حال ندره البيانات هي حل. انه Thank you.
طيب الكيرنلز اللي ايش بتستخدم اساليب، ايش الميثودز اللي بتستخدمها لحل المشكله؟ كيف بتحل مشكله ندره البيانات؟ طب قديش السكورز تبعتهم؟ مليون و600 ألف الايرور تمام؟ بس هذا عمل عقار بسيط جدا عشان تنفذته، ولكن يبدو انه الريجريشن في الباب حاجه ثانيه خالص. نفس الكود مستخدم ريجريشن؟ بس نفس الكود عملته في الباب جاب مليون سنه. انت عارف الريجريشن ايش معناته؟ معناته زي كأنه أنت بتحل معادلة. يعني أنت يعني الريجريشن هو عبارة عن حل معادلة. فبالتالي أنا في عندي N من المتغيرات، لازم يكون في عندي N من المعادلات. فاكرين هذا الأسلوب؟ فبالتالي أنت بتقدر تجيب المجاهيل إنه هي الريجريشن هي عبارة عن معادلة خط مستقيم، وانه هو بيجيبه بس هل هي فعلا لينير، وانه المعادله هذه انه بتزبط معه وجابت اقل شيء 16000. طيب لينير ريجريشن بالبايثون وهذه اقل حاجه، لا في البابليك نعم. طيب جربت الريجريشن في البايثون في الاسكيلير؟ جربي هذا، هو قد يكون هو هذا انه ماشي الداتا اوجمنتيشن بيمشيش مع هذه الداتا سيت، انه هي انه داتا ست صغيره لدرجه انه لينير ريجريشن لو جبنا معادله خط مستقيم من البيانات هذه ممكن يمشي على التست داتا اللي حجمها كبير. هذا مش مظبوط. صار في ايش؟ هجيت الكومبيتيشن هذه مش بتطلعوا على اعلى سكور وخلاص، لا بتطلعوا على الحل انه ايش الاسلوب. فلو انه هو مثلا انه لا خلط ترين مع تيست، لا اكيد مش انه كواليفايد هذا الحل. يعني هذا السكور ليدر بورد هذه اوتوماتيك، بس اللي حييجوا يوم ما تنتهي الكومبيتيشن حيجي يطلعوا على التوب اللي بده يختاروه انه هو كفائز. اذا كان انه لا عامل شغلات مش مزبوطة ما حيصير مش مؤهل. نعم اوكي، يعني بما انه هي سيرة وانفتحت لينير دراس سامبل داتا جنريتور ابستراكت، بس صراحة ما فهمتش ليش هنا. بس بدي احكي بنقطة اللينير انه انا عندي الواي اللي هو الاوتبوت، حيصير انا عندي البي هذا عبارة عن كونستانت بي واحد في اكس واحد، اكس واحد هذا عبارة عن الفيتش هذا العمود الاول، اكس اثنين العمود الثاني، اكس ثلاثة العمود الثالث، فكل عمود في له زي ويت بالنسبة له بالاضافة للكونستانت. هذا ايش بيطلع لي؟
الواي اللي هو البريدكشن. فهذا انه قد يكون انه هو ماشي انه واحد من السوليوشن. فعشان هيك انا قلت لك انه جربي هذا لينير ريجريشن، قد يكون انه هو فعلا هو الاوبتيمال سوليوشن، الا اذا كان في طريقه ثانيه انه ممكن نجيب فيها سكور اعلى. ايش هو اللي في الكراس ما فهمتوش؟ نعم حطيه في الفانكشنز وشارحينها وكذا، بس يعني بتعمل ترين للنتورك بتعمل جنريت لداتا، بس اسم داتا جنريتور كيوس ايه مش داتا؟ داتا جنريتور جنريتور داتا يعني افصلهم. اشتغل لي غير الدي الايمج داتا جنريتور. هاي الميثود هاي ممكن تكون في أكثر من كلاس. اوكي يعني ما ممكن تبعت لي اللينك وبشوفه يعني. اوكي طيب احنا وصلنا هنا، فشفنا الداتا سيت 2000 هنا، انه نبدا في الداتا بريبريشن. طيب ترين ايمج جنريتور ايش الوظيفه تبعته؟ انه هنا انه طلبت منه انه يعمل لي ريسكيل للايمج، تمام، انه الرينج تبعها 1 ويقسم على 200 انه بالتقسيم على 255. فبالتالي هنا ترين داتا جن بتساوي ترين داتا جنريتور فروم دايركتوري، وبديله هنا التريننج داتا. فبالتالي هنا بيعمل لي ترين داتا جنريشن، انه هو بيعمل لي لود من الايمجز، انه بحمل لي اياها على شكل array. انا مش عامل run لهدول اللي فوق هنا. وهنا نفس الشيء بالنسبة للvalidation، بس هنا ممكن نشوف اول واحدة. فهناك كان انه احنا بنتفرج على مسار للصورة كات 0 دوغ 0 انه زي هيك، لكن هنا زي ما احنا شايفين عبارة عن RGB image 3، هذا البكسل الاول، هذا البكسل الثاني، البكسل الثالث، وهكذا and so on. فبالتالي هذه train image generator الوظيفة تبعتها انه تحمل لي مجموعة من الصور من دايركتوري معين. اوكي نعمل فيجوالايز للايمج، ف بنجيب النكست بالمات بلوت، ناخذ سامبل وهنا بنعمل بلوت للايمج هاي.
وهنا هذا تعريف الدالة وهنا استدعاء الدالة. فهنا عملت بلوت لأول خمسة. فهذه cat, dog, cat. أكيد بطبيعة الحال dog و cat. تمام؟ create للموديل. هنا عندي ال input shape هو عبارة عن image height, هي عبارة عن constant أو predefined variable حطيته فوق, وال width وثلاثة اللي هي ال RGB. تمام؟ و ال input أنا عندي هنا 16 × 3 وبعديها بيجي pooling, بعديها هنا 32 64, كل واحدة بولينج, بعديها فلاتن, بعديها دنس دنس. وهنا الدنس واحد ليش؟ باينري كلاسيفيكيشن اوبتمايزر ادم. الاحجام تبعتها ام 32 × 32. وين المية وخمسين؟ 150 × 150. نعم. صحيح. هنا 16 × 32. يبقى هذه 16 عدد الفلترز ما لهاش علاقة بالإيمج سايز يعني. بس هنا زي ما حكينا إنه دائما إنه الطبقة الثانية من الكونفولوشن بده يكون فيها عدد فلترز أكثر عشان أعمل إكستراكشن لفيتشرز أكثر. آدم باينري كروس إنتروبي لأنه عندي باينري كلاسيفيكيشن, والأكيوريسي هي المتريكس, هي السمري تبعت الموديل. أنا عندي حوالي 10 مليون ترينابل بارامتر. تخيلين قديش؟ طيب أوكي, هنا بستخدم الفت جنريتور ميثود من الإيمج داتا جنريتور كلاس عشان أعمل ترين للنتورك. فهنا أديته التريننج داتا والإيبوكس والفاليديشن, وبخزن هذا الكلام في الهيستوري. أنا عندي 15 إيبوك. الإيبوك الوحدة بتستغرق 20 ثانية. 11. عندك الجي بي وفعال. تسعة وستين. تسعة وستين يعني حوالي 70%. أوكي تقريبا وصلت النص أنا هيك. تفضل.
هذه على التريننج على التست 72. تمام. فهنا احسن نسبة وصلها 72. هذا الفيجواليزيشن الاكيرسي بالطالع والايرور بالنازل. طبعا ممكن يكون محتاج ل تمام. طيب خلينا نتوقف هنا عشان نبدا في المحاضرة الجاية بالاوفر فيتنج. شوف التعامل مع الصور كل 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 ك